specialized with growth for growth and developmental clinics. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على النبي الأعظم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بداية طبعا نتوجه للشكر للجنة المنظمة والأساتذتنا اللي مشرفيننا، ويكون لي الشرف إن أنا أبقى معاهم النهاردة، وللسادة الحضور. أتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ويكون ورك شيب مفيد. بداية بس كده الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي، الناس لما اتكلمت قالت إن الديلي ممكن يكون انتلكتوال ديلي مينلي، عيان الموتور بتاعه ماشي كويس بس المينتاليتي هي اللي افكتد، وكان على رأسهم حاجه زي الاوتيزم، وقالوا ان الدليل ممكن يكون موتور مينلي والمينتاليتي الى حد ما كويسه زي عين الهيمبليجيا والبارابليجيا والعينين اللي عندهم مشاكل مينلي موتور، وبالتالي ان هو المينتاليتي الى حد ما كويسه، ولو عندهم مشاكل بتبقى في الكوجنيتيف فانكشنز بس في الفتره اللي هي بتاع السكول. لكن في ناس ثانيه لقوا انه في توتال جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، وهنا الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي قصد بيه موتور ومنتال، العين على مستوى الموتور وعلى مستوى المنتال توتالي ديليت، ولقوا ان حوالي 3% من البيدياتريك بوبوليشن عندهم جلوبال ديفلوبمنتال ديلي. الدايجنوزيس ليميتد في الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي للتشيلدرن اللي هم اقل من 5 سنين. قالوا ان الايتيولوجي كان بي ايدنتيفايد ل 40-80% من الحالات، انا ممكن اقدر اعرف سبب، حتى لو انا مش قادر اعمل كيوراتيف تريتمنت اقدر اعمل سبورتيف كول ان انا اعرف الايتيولوجي زي ما هنشوف دلوقتي. ده في حد ذاته شيء كويس هيساعدني في حاجات كتير زي ما هنعرض دلوقتي. اول حاجه انا ايه فارق معايا ان انا اشخص بدري؟ كل ما هشخص بدري ده كويس معايا قوي ان انا ابدا مانجمنت للتريتمنت لو في سبب اقدر اتعامل معاه، او ان انا ابدا السبورتيف تريتمنت لو السبب الرئيسي انا مش قادر اتعامل معي. تاني حاجة ان انا اطري ان انا امنع الكمبليكيشنز على قد ما اقدر وحسن البروجنوزز بتاع العيان ده. الحاجة التالتة ودي مهمة جدا بقى التارجت دلوقتي الجينيتك كونسلينج، ان انا ما اجيبش عيل تاني للاسرة دي بنفس المشكلة، وازاي ان انا لو قدرت اعرف الايتيولوجي اساعدها ان ما يتكررش معاها نفس المشكلة دي تاني. طيب ايه الدياجنوستيك كرايتيريا؟ ان انا عشان اقول فعلا العيان ده عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، انا محتاج عشان اقول ان العيان ده عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي في سيجنيفيكانت ديلي، وقالوا ان هو لو اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن بالول مين في 2 من الدومين دول على الاقل الجروس والفاين موتور، يبقى انا اكون عارف الديفلوبمنتال مايلستون الموتورز بشكل كويس، ده اساسي. السبيتش واللانجوج، الكوجنيشن، السوشيال والبيرسونال، والاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج. لو العيان عنده سيجنيفيكانت ديلي في 2 فاكتورز من دول انا اقدر اقول ان العيان ده عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي واتعامل معاه على هذا الاساس. ويبقى ان هو اقل ريزيرفد للتشيلدرن اللي اقل من 5 سنين. ريزيرفد للتشيلدرن اقل من 5 سنين. ايه الاسباب بتاع الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي؟ طفل عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي وهبدا افكر في الايتيولوجي بتاعي قسمه، قالوا ممكن يكون برينيتال، وهنا هيبقى يا انترنسك يا اكسترنسك، يا حاجه برينيتال يا حاجه بوستنيتال. وهنكتشف ان القصه ما بقتش بقى زي زمان وما بنريح نفسنا ويا جماعه ده نقص اكسجين، والناس اللي بتقول ان حالات السي بي 25% بس من الحالات اللي عندها كلير هيستوري اوف بيرث اسفيكسيا، وممكن يبقى ما فيش كلير هيستوري اوف بيرث اسفيكسيا، والناس اللي بتريح نفسها يقول لك اصله عنده نقص اكسجين. لا، الموضوع بقى توتالي ديفرنت، وبعد التكنيكس العاليه قوي في الجينيتكس وعلى راسهم الهول اكزوم سيكونسنج لقوا ان الموضوع ان الجينيتك رول بقى قوي جدا جدا جدا، وموضوع الجينز بقى ليها دور قوي جدا في الاطفال اللي عندها جلوبال ديفلوبمنتال ديلي. وقالوا لو جينا نتكلم على البرينيتال فاكتورز هنلاقي في انترنسك واكسترنسك، والانترنسك يجي على راسهم الجينيتك فاكتورز جينز ميوتيشن بتشكل ما يقرب من 47% من البرينيتال انترنسك فاكتورز. بيجي بعد كده سينس مالفورميشن، العيال عندها لايزنكيفالي وباكيجاريرا وهيتروتوبيا، مشاكل في تكوين البرين اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم، بتيجي دي رقم 2.
واهم بعد كده الميتابوليك ديس اوردرز، واحده من التريتابل ايتيولوجيز في كتير من الاحيان هنتكلم عليها، ودي مهمه قوي ان تو بي كونسيدرد في اي عيان عنده جلوبال ديفلوبمنتال دري. الاكسترينسك فاكتورز تيراتوجينز زي التوكسين الانفكشن وعلى راسهم الطرش، البرينيتال الاسفكسيا زي ما قلنا 25% بس ممكن اللي الاقي كلير هيستوري اوف بيرث اسفكسيا، البريماتيوريتي بمشاكلها النيونيتال كومبليكيشن سيبسيس ومننجايتس وانكيفالايتس، بوست نيتال النجلكت وده مهم قوي، انفكشن تروما توكسين، كل دي ايتيولوجيز تكون فاكتورز ان العيان يتعرض لجلوبال ديفلوبمنتال ديلي. طب انا هاجي اعمل اسسمنت، الهيستوري والكلينيكال اهم من الانفستيجيشن، احنا برضو اورينتد اكتر ان احنا ندخل على الانفستيجيشنز على طول، لا انا لازم اخد هيستوري كويس قوي، وبيريكومند ان 3 جنريشن اعمل لهم ريفيو، ريفيو بقى في كل الفاكتورز دي، كان في ميسكاريج قبل كده، كان في بيرث ديفكت قبل كده، اطفال ماتت قبل كده، عيال عندها جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، في نيورولوجيكال كونديشن في الفاميلي دي، عندهم اي جينيتكس ترابلز، في بوزيتيف كونسانجوينيتي والريسك بيزيد بتاع الانهيريتد ميتابوليك ديزيز والجينيتك اس اوردرز. ده كان بالنسبه لي مهم. نفس الكلام السايكوسوشيال هيستوري، البيرنتس ظروفهم ايه، في دراج في الكحول ابيوز، بيكير بالعيان بشكل كويس ولا في نجلكت ولا في ابيوز للبيبي. طيب البرينيتال هيستوري كنا متابعين وعاملين فولو اب، وكان البلاد فلو للبيبي كويس والديفلوبمنت كان كويس ولا لا، كان في مشاكل في البيبي باينه في السونار، الام كان عندها اي مشاكل فتره الحمل، كان عندها اي هيستوري يقول ان في انفكشن او خدت ميديكيشن وزود ميديكال سوبرفيجن، البيرث هيستوري وده مهم جدا، طفل كان نازل وزنه قد ايه، كان محيط الراس كام، الابجر بتاعه كان ايه، وقعد في المستشفى قد ايه، كل دي داتا في الهيستوري مهم قوي انك تعرفها. وطبعا الديفلوبمنتال مايلستون هيفرق معاك انت بتتعامل مع طفل هو ديليت فروم ذا فيرست ولا هو اكواير مايلستون وبعد كده بدا يفقدها، وهنا هتتنقل لمنطقه النيوروجينيريتيف ديس اوردرز ومنطقه واسعه بانفستيجيشن توتالي ديفرنت. فمهم قوي انك في المايلستون هو كان كويس لحد فتره معينه، ان هو اكتسب شويه مايلستونز وبعد كده ستارت تو لوس الاكوايرد مايلستونز دي ولا لا. طيب نيجي بقى للفيزيكال والنيورولوجيكال وده مهم طبعا. اول حاجه الفيزيكال اكزامينشن، الميجرمنت الاساسيه مهمه جدا، ان انا الاقي الولد ده الهايت بتاعه ظروفه ايه، المايكروكيفالي ولا ماكروكيفالي، في اي مانيفستيشنز عنده تقول ان في اي بارامترز في الجروس افكتد، ويت هايت هيد سيركمفرنس، مهم جدا شكل الهيد الشيب اوف ذا هيد، ودي حدوته الفونتانيلز قافله ولا فاتحه، مهم جدا يا جماعه الكيوتينيوس مانيفستيشن، كتير مننا بنيجي نكشف على اطفال فتره الشتاء ويعملش اكسبوز للسكن، وتعرف اهميه كده لما تقرا نيوروكيوتينيوس ديس اوردرز، مجموعه امراض نيورولوجي سكن مع سي ان اس مانيفستيشن، السكن مانيفستيشن قايمه انك تاكسبوز العيان وتبص على السكن بتاعه، انك تبص على الباك وبالذات اللور بارت من السباين، عنده اي مشاكل في المنطقه دي تكون جايد ليك انك تطلب له اي انفستيجيشن ولا لا، انك تسمع الهارت، انك تشوف الابدومين في اورجانوميجالي ولا لا، كتير من الديليد مايلس ممكن يكون مع ميوكوبوليسكر اورجانوميجالي ايالين جلايكوجين، اي حاجه معاه ليفر او اسبلين. الجينيتاليا مهم جدا وبالذات الامبيجوا الجينيتاليا، مهم ان انا ابص على الجينيتاليا، مهم ان انا اكسبوز العيان زي ما كانوا بيقولوا كده من النبل للنيه، اكسبوز العيان وابص على كل ده. طيب النيورو ديفلوبمنتال اكزامينشن، طبعا انا محتاج ان انا اعمل نيورولوجيكال اكزامينشن كويس، محتاج ان انا اشوف في اي كونجينيتال ابنورماليتي، محتاج بقى الديسمورفيك ابنورماليتي، لو العين عنده اي ديسمورفيك فيتشرز هدخل في منطقه الجينيتيك abnormalities، مهم قوي اشوفه الديفلوبمنتال ديلي ليفل بتاعه دلوقتي هو وصل لحد فين لحد دلوقتي، والليفل اللي وصل له ده اكسبتد بالنسبه لي ولا هيحتاج انفستيجيشن. ساعات اقول الليفل ده اكسبتد وجاست فولو اب، ساعات لا هبدا اعمل زي ما يقولوا كده اكزهوست الانفستيجيشن واطلب انفستيجيشنز كتير. مهم يا جماعه الهيرنج والفيجن،
النقطتين دول مهمين جدا لأي طفل عنده global developmental delay. انت لازم تيفالويت حتى لو العيان مش مديك اي manifestation ان هو ممكن يكونوا affected. طيب انا هقدر اعمل ايه؟ للوهلة الاولى ان الكلام ان العيانين دول لما بيقولنا احنا كلنا بندخل على MRI والEEG وبندخل للقصة دي. هم قالوا ان الكلينيكال اكزامينيشن ليه الابر هاند في الدياجنوزس. ما لم يكن ان انت في كلينيكال دياجنوزس انت سسبكت ورايح له بانفستيجيشن دايركت، تبقى ان الجينيتك تيستينج ليها الابر هاند وليها الفيرست تشويس في الدياجنوزس بتاع الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي. ولما جم قسموها كان طبعا الكروموزوم المايكرو اري وفي الكاريوتايبنج. الكاريوتايبنج للحاجات الميجور كروموزومات 45 47 اللي هي كلاين فلتر تيرنر داون الحاجات اللي فيها ميجور ابنورماليتي واضحه قصادك، او ان العيان زي ما هنقول دلوقتي عنده هيستوري اوف ميسكارج. طب لقوا ان في جينات صغيره هي اللي ورا الحدوته دي، والجينات دي كانت مطلوب ان انا اعمل لها حاجه اسمها مايكرو اري. كروموزوم المايكرو اري بيعتمد ان انت سسبكت دايجنوزس معين فبتبعت تقول له شوف لي الميوتيشن بتاع الديزيز ده. فانت محتاج انك تعرف الاول انت سسبكت في ايه وتطلب الميوتيشن بتاع الديزيز ده. طيب اليوزف الكروموزوم المايكرو اري كان الفيرست لاين انفستيجيشن، والسنجل تيست اب تو 8-20% انه يقدر يساعدني في التشخيص. بس طبعا عايز اكسبيرينس كلينيشن سبيشاليزد في الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي يقدر يحدد هو شاكك في ايه واحنا نعمله. وين مالتيبل كونجينيتال انومالي بريزنت، قالوا ان الكروموزوم المايكرو اري هو الفيرست لاين، يعني الكلينيكال بتاعك هو اللي هيوجهك. انا اشك في ميتابوليك، لا هعمل ام ار اي واي جي، لا انا شايف في كونجينيتال انومالي، شايف ديسمورفيك فيتشر، انا هدخل للجينيتك تيستينج الاول. الكاريوتايبنج انا هو مش ريكومندد كفيرست لاين، لكن ريكومندد في حاله ايه بقى؟ في فاميلي هيستوري انه عنده مشاكل في الكروموزومات او عنده مالتيبل سبونتينيوس ابورشن، وهنا يفضل ان انا اعمل كمان للبيرنت كاريوتايب. فيبقى المايكرو اري الاول ما لم يكن في انديكيشن يخلي الكاريوتايبنج الاول. وكان في اتنين ديزيز مشهورين قوي في الاطفال، الفراجايل اكس، وده اقوى على مستوى الميل، وده الموست جينيتك كوز للمنتال ريتارديشن في الميل، الفراجايل اكس suspected بالكلينيكال فيتشرز بتاعه، وانك تطلب له الانفستيجيشنز بتاعته اللي هي الفيش او التست الجينيتك تيست بتاعه. وتاني واحد كان الريت، وده اكتر ده بيجي في الفيميل لانه ليس الان الميل بنوته طبيعيه، وبعد كده بدات تفقد المايلستونز وبدات تبقى مايكروكيفاليك وكاركترستيك هاند موفمنت بسموها الووشنج موفمنت او الرينجلينج موفمنت، كانها بتقعد تلعب بايديها تفقد المايلستون بتاعه الهاند. ده بقى الحدوته الكبيره الهول اكزوم او الجينوم سيكونس، ده نقل الدنيا نقله جامده جدا. الكروموزوم عباره عن اكزوم وانتروم، اجزاء الكروموزوم اكزوم وانتروم. الانتروم شايل جينات مسؤوله عن الفانكشن بتاع السيل اللي هي الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه ووظيفه الدي ان ايه. الاكزوم هو الجينز بتاعته هي اللي لازمان، وهنا مش محتاج انك تكون سسبكت في دايجنوزس معين. هو اي عيان عنده نيورولوجيكال ديزيز ان اكسبليند بالنسبه لك، انت بتقول يا جماعه اعملوا لي هول اكزوم سيكونسنج، بيبدا يعمل سكريننج للاكزومز ويشوف لك اي ميوتيشنز ظاهره، ويقول لك العيان ده لا ده عنده الميوتيشن الفلانيه، بس انت لازم تكون مساعده بكلينيكال داتا قويه عشان يقدر يقول لك سسبكتد الدايجنوزس. وده نقل الدنيا نقله جامده جدا، وساعدنا كتير قوي في البريجن في ان انا اعمل بري امبلانتيشن دايجنوزس، او ان انا اعمل في الشهر الثالث دايجنوزس في الحمل الجديد واشوف في مشكله ولا لا. وبعض التريتابل كوزز زي الميتابوليك ديس اوردرز لقوا انها ما بتتشخص لما بعمل لها ميتابوليك سكريننج، وتتشخص لما اعمل هول اكزوم سيكونس. وده بقى اللي نقل الدنيا جامد جدا، وبقى اخر تشويس لو الاوردينري انفستيجيشن ما وصلتناش لحاجه. الميتابوليك بقى ورك اب، الميتابوليك شود بي كونسيدرد في اي عيان عنده unexplained developmental delay، عنده unexplained mental retardation، عنده failure to thrive unexplained. مفيش حاجة يا جماعة اسمها family history ان انا الاقي اكتر من طفل سي بي او mental retarded او delayed في one family. ده مش accepted. suspect انك عندك genetic cause،
يا ميتابوليك كوز. فقالوا ان عيان بيجي له انفكشن بسيط جدا يدخل في كوما وغيبوبه وكونفولجن. كل دي ريد فليجز انك يو شود سسبكت الميتابوليك ديس اوردرز. فلو في فاميلي هيستوري او ديفلوبمنتال ديس اوردر او سادن انفانت ديس الكونسانجوينيتي انترايترين جروس ريتارديشن ان اكسبليند فيلير تو سرايف ان اكسبليند مشاكل في الهيد سيركمفرنس. الناس اللي بيجينها ريكارنت ابيزود وان اكسبليند من الفوميتنج والاتاكزيا والكونفولجن والكوما شويه جاسترونترايتس لخبطه في الاكل يدخل مننا في كوما. سيفيرلي سيمتوماتيك ارتبط بدخول دايت معينه، فلما بدا يتعرض للدايت دي بدا يحصل له مشاكل. النيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر كان كويس لحد وقت معين وبدا يفقد المايلستونز دي كونسيدر الميتابوليك. البيهيفيرال تشينجز بعضها بعض زي الفينايل كيتونوريا ممكن يجي لك بمانيفستيشن اوتستيك، وممكن ما يبقاش الواد بلوند زي ما الكتب مكتوبه، العين الزرقاء والشعر الاصفر ممكن ده ما يبقاش موجود. الابنورمال موفمنت واهمهم الدستوني، كل دي يو شود سسبكت ساعتها ان العين ده ممكن يكون عنده ميتابوليك ديزيز. حالات الاورجانوميجالي الان اكسبليند، حالات السيفير هايبوتونيا شود بي كونسيدر الميتابوليك ديس اوردر. مشاكل في النظر او في الهيرنج، بعض النيورو ايميجنج ابنورماليتيز ممكن يكون معاها المشكله. بعمل له امونيا، بعمل له لاكتيت، بعمل له اكستندد ميتابوليك سكريننج بالتي ام اس في البلد، وبعمل له اورجانيك اسيد في اليورين، وده الميتابوليك ورك اب البيزال ميتابوليك ورك اب. وبقى في بعض الدول كان يونيتال سكريننج ان الطفل هو نازل تعمل يونيتال سكريننج. في مصر دلوقتي بقى يتعمل الفينايل الانين مع تحليل الغده في اليوم الثالث. حالات كتير فينايل كيتونوريا مش كلاسيك مانيفستيشن بتاع الفينايل كيتونوريا، البلوند والشعر الازرق، واكتشفوا انها فينايل كيتونوريا، وقدرت ان انا سيف العيان ده بان انا امشيه على دايت ما فيهاش الفينايل الانين. طبعا الروتين لاب يا جماعه مهم جدا، مهم ان انا اشوف الليفر فانكشن والكيدني فانكشن والالكترولايت، ساعات دي بتكون الكي بتاعك لمدخل الحال. طبعا مع الميتابوليك سكريننج زي ما قلنا، وبعض الميتابوليك او الانفستيجيشن اللي انت هتطلبها بناء على الكلينيكال سسبنشن، شاكك ان عيانك ده ويلسون، شاكك ان هو عنده بايوتيدينيز ديفيشنسي، معاه مشاكل في بي 12. اليورين ساعات بيكون لي مهم جدا، الاورجانيك اسيد اللي لسه قايلين عليه، الكرياتين ميتابولايت، بعض الديس اوردر ميثايل فوسفوترانسبريز كرياتين ديفيشنسي، بعض مشاكل البيورين والبايريميدين والجاك في اليورين عشان حالات الام بي اس، كل ده ساعات بيساعدك انك توصل للايتيولوجي اوف الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي. بقيه الانفستيجيشن اكوردنج للكلينيكال سسبنشن هتطلب الحاجات اللي انت شايف انها ممكن تساعدك التورش انفكشن. هيتبقى اخر حاجتين الام ار اي والاي جي، وتلاحظوا ان هم جم في الاخر مع ان الحالات دي اول ما بتجيلنا كلنا بنطلب الام ار اي والاي جي الاول. الام ار اي قال لك هو بص هو مش الفيرست تشويس الا اذا العيان ده معاه ابنورمال نيورولوجيكال اكزامينيشن، وهنا دي اهميه الكلينيكال اكزامينيشن. العيان ده معاه كونفولجن، العيان ده ماكروكيفالي او مايكروكيفالي، هنا هتبقى لا انا محتاج ان انا فعلا ومستعجل ان انا اعمل ام ار اي. انما ساعات كتير دكتوره امنيه كانت لسه بتقول في المؤتمر الاخير مفيش عيان يعمل ام ار اي من غير ما يعدي على السي تي. ليه؟ لان زي حاجه زي الكالسيفيكيشن مش هتبان لك في الام ار اي بس تبان لك في السي تي. تورش انفكشن هيبان لك في السي تي الكالسيفيكيشن. سندرومز بتبان لك كالسيفيكيشن في البيزال جانجليا في السي تي. وده رايي صراحه، انا شايف ان هو واقعي، احنا كنا كتير بنتجاهله وفاكرين ان الام ار اي لا خش على الام ار اي على طول. لا، سي تي الاول لو في كالسيفيكيشن هتبان لي، ما كانش هعمل ام ار اي ما عنديش مشكله. اخر نقطه انا حابب اتكلم عنها الاي اي جي. بص يا جماعه، الاي اي جي بيبقى نورمال في 40% من الابيليبتيك بيشن، وكون الاي اي جي نورمال ده مش اكسكلودد دايجنوزيس، والابيليبسي هو كلينيكال دايجنوزيس قبل اي حاجه تانية. و10% من النورمال بوبيوليشن الاي اي جي فيهم بوزيتيف وما بياخدش علاج لانه كلينيكالي ما بيتشنجش. بس هنا النقطه بقى، العيان اللي عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، لو انا عملت له اي اي جي بناء على سسبشن ان هو بيتشنج، او في ناس بتطلبه وانا شخصيا بقيت اعملها لو حتى العيان ده ما بيتشنجش، طب لو الاي اي جي طلع بوزيتيف اديله تريتمنت ولا لا؟ كان في راي اديله تريتمنت لان ممكن يكون بيحصل له سب كلينيكال سيجرز
والاهل مش واخدين بالهم، بيجي له مايكلونس، بيجي له انفانتايل سماز، بيجي له تايبس، الاهل مش قادرين ومش واخدين بالهم ان دي فيتس. وفي ناس يقول لك لا، ما دام انت شور ان العيان ما بيجيلوش كلينيكال فيتس ما تديلوش، بس تيك كير انك هتدي له برين ستيمولانت. البرين ستيمولانت ممكن يدخله اوريدي في كلينيكال فيتس. دي النقط اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم عنها. هنتوالى بقى في الكلام ان شاء الله في الريهابيليتيشن والسبورت اللي انا ممكن اقدمه للعيان بتاع الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي. اشكر حضراتكم، واي اسئله حضراتكم تحبوا تتفضلوا تسالوا. شكرا. استاذ طب الاطفال في الغده المنطقيه، طبعا اشكرك جدا على يور نايس اند ابديتد توك. بس في كومنت صغير حضرتك اسمح لي. حضرتك دخلت على سي تي والام ار اي وقلنا هتبدا بالسي تي وما اتكلمتش عن البليت اكسيريس كار اذا كنت بتدور على انتراكرينال كالسيفيكيشن، واحنا عارفين ان السي تي ليه الهازارد كتير في الاطفال. ايه راي حضرتك؟ والله يا فندم هو الفكره هو السي تي دايما ليه اوفر هاند يعني ام ار اي في الكالسيفيكيشن والهيمورج. ففي ناس كتير هو بيقولوا ان انا الاكس راي بالنسبه لي هتبقى ايكوال للسي تي في الكالسيفيكيشن، بس السي تي ممكن تديني نسبيا مور داتا اكتر، يعني هيدروكيفلوس مثلا، بعض حالات البرين يعني ساعات بيقول لك سسبكت اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزم في السي تي ويغنيني ان انا اعمل ام ار اي. انما الاكس راي اخرها انه هيقول لي السوتشرز قافله ولا فاتحه، وهيقول لي في كالسيفيكيشن ولا لا، وغالبا هضطر ان انا اعمل سي تي. احنا لحد قريب جدا كنا ام ار اي على طول، ويمكن كنا في مؤتمر البيدياتريك نيورو الاخير والدكتوره امنيه كانت على تشير بيرسون وعلقت الكومنت ده، كان واحد زميلنا بيعرض سندروم وكان في كالسيفيكيشن في البيزال جانجليا، وطبعا لو عمل ام ار اي مش هيبان، وكانت داخله والراي اللي اتقال يا جماعه ما نخشش على ام ار اي على طول، نعمل سي تي الاول وبعد كده نعمل ام ار اي، والاثنين هيبقوا مطلوبين. بس الغريب في الجلوبال ديفلوبمنت ليه ان هم بابوي، يعني انا مش شايفهم هم رقم واحد دلوقتي، يعني ان اول ما عيان بيجي لي سواء في شغلي او في اي حاجه انا بدخل اعمل ام ار اي على طول واطلب اي جي. هو الموضوع لا، ده هو بقى جينيتك، يعني نسبه كبيره جدا جينيتك، حته انك اكتر من حتى العيال المايكروكيفالي. كنا لما نلاقي المايكروكيفالي حضرتك يا فندم قبل كده يا جماعه ده تورش، نلاقي الاي جي جي هي اللي بوزيتيف اصل هي عدوى جت وخفت. لا، ده في دلوقتي كل الحالات المايكروكيفالي معظمها وراها جينز واوتوزومال ريسيسيف تايب واوتوزومال ديمينانت، وتلاقي اسره جايبه عيلين وثلاثه. يا جماعه الترش ما بيعملش كده، الترش اخره ياثر على عيل، انما يجيب اكتر من عيل صعب. وتلاقي جينيتك كونسلنج بقى هنا حاجه من اثنين، يا بري امبلانتيشن دايجنوزيس يا جماعه تعالى سبيرم واوفم وهعمل كاني بعمل اي في اف واعمل لك التيست، لو طلع فيه خلاص انا انت افويد ان الام تدخل في ابورشن. طب غالي واكسبنسيف وانا مش قادر، هو بيتعمل بس في ناس غالي عليها. طب في بريجننس وفي الشهر الثالث خد لي عينه اعمل لي التست، وهنا بقى اسهل لان انا عرفت الميوتيشن خلاص، البيبي ده جاي عنده مشكله نزله. انما اسره يبقى فيها اثنين وثلاثه وانا كلام السهل اصل عنده نقص اكسجين لا ما بقاش مقبول، اصل عنده ترش انفكشن لا الكلام ده خالص ما بقاش مقبول. المقبول دلوقتي انك غالبا جينيتك، غالبا في جينز، حتى لو هو ميتابوليك ديزيز معظمهم وراهم جينز، حتى بعض الميتابوليك اللي كنا معتقدين ان التي ام اس والاورجانيك اسيد هيشخصهم، لسه برضه في مؤتمر البيدياتريك نيورو الدكتوره ليلى عبد المطلب عرض حالات ميتابوليك وما تشخصتش غير بالهول اكزوم سيكونسنج، يعني عملوا لها ميتابوليك وطالع نورمال والعيان ده تشخص بالهول اكزوم. صراحة الهول اكزوم عامل نقلة جامدة جدا، هو نسبيا غالي شوية وللأسف ان التعامل بقى اكتر هو معظم اساتذتنا بيتعاملوا مع سينتوجين في المانيا، وهو المعمل صراحة عامل ديسكاونت للمجموعات، يعني هو احنا في المنوفية اتكلمنا معاه من خلال وحدة الوراثة وكان هو طالب 1500 يورو نزلهم لنا 750، بس يبقى 750 15000 مصر، فهو برضو نسبيا احسن. والهول اكزوم ليه تكه ان انت اولا برضو الديزيز اللي انت بتفكر فيه ده ايه، ليه الخليه نيوكلياس وميتوكوندريا، فلو انت شاكك في ميتوكوندريا الديزيز تطلب الميتوكوندريا البانل ما تطلبش الهول اكزوم، لانك لو طلبت الهول اكزوم هيطلع نورمال. فلو انت على حسب الكلينيكال برضو الكلينيكال والداتا الانفستيجيشن هتصبرت، فلو الكلينيكال بتاعك مع الانفستيجيشن اللي انت عاملها ماشيك في طريق الميتوكوندريال ديس اوردر هتطلب الميتوكوندريا البانل مش هتطلب الهول اكزوم. انما لو انت شايف انه لا ده جين وغالبا حاجه نيوكليير هتطلب الهول اكزوم. طب اطلب الهول جينوم سيكونسنج مكلف، هدور في الانترونز وغالبا هي معلهاش فانكشنز جين تفرق معايا، ففلقوا لقوا ان الدنيا مش فارقه كتير،
ولو ان الهول اكزوم بنسبه عاليه جدا سفشن ان انا اشخص. بس التك انت بتتعامل مع حاجه نيوكليير ولا حاجه ميتوكوندريا علشان ما تكلفش العيان تكلفه مرتين؟ ماشي فاهم. طب لو هيموريدج، لو جايب اكيوت انكيفالوباسي وكان هيموريدج، الام ار اي هتلخبط حضرتك. ما هي استاذتنا قالت ان دي الاول، ولو هو مش اكسبلين اعمل الام ار اي. وفي عمر ما في ام ار اي اتعمل قبل 3 دايز نيفر ايفر مهما كان العيان، وده اللي ماشي يو اس اي ممكن يوصلوا 7 ايام. فاحنا نبتدي بالسي تي، لو ما اظهرش عندنا حاجه كبيره نعمل ام ار اي. ثانيا السي تي في الكالسيفيكيشن بيبين لك مكان الكالسيفيكيشن جاتا بيضا الجانجيا ايه الكالشن بالحاجه كورتيكال لي سب كورتيكال لي، يبقى اتس ديفر اكوردنج تو الكالشن. الجلوبال ديفلوبمنت دي زي ما قال الدكتور سامح، في عندك حاجه اسمها ورك اب. ورك اب وذ جلوبال ديفلوبمنت دي اللي ده الدكتور سامح قال له ده ورك اب بيتعمل كل لا انا قصدي يعني هو كان في رول قبل 6 شهور يعني جه يعمل 6 شهور جاي لك بايه؟ المهم جاي لك بايه؟ هو ما شافش ان هو عامل جلوبال ديفلوبمنت ديلي هتعملي بقى عشان تشوفي السوشيال انفكشن. لو ما فيش سوشيال انفكشن هل بتدي اقدر احدد كان عنده هيستوري اوف هامرج، كان عنده سيفير برين اتروفي، كل الحاجات دي خدمات. ممكن بالسيتي اشوف برين اتروفي بس عشان تشوفي التفاصيل بتاعته ممكن تلجئي للام ار اي. بس يو كان ديتكت حاجات كتيره قوي بالسيتي. انا تمام انا اوكي مع حضرتك، بس يعني كده في تعمل اطباق يعني اقل من 6 شهور، وكان يعني دكاتره الاشعه او دكاتره النوم بيقولوا انه عنده برين اتروفي. طب انا ممكن اشوف طبعا البوليوم طيب بصي لو هو ايفيدنت برين اتروفي بيقول لك، لكن بيقول لك ماي سابولينيا فور فور اب انتل ماتوريشن تيل 2 يير، هو بيقول لك كده. فانت تابعي عيانك نيرو ديفلوبمنتال ب 70 شكرا. دكتور حسن غندور اختصاص طب الاطفال طب عين شمس تخاطب مش اطفال؟ لا لا او تخاطب برضه اطفال بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بتقدم بجزيل الشكر للساده المنظمين مؤتمر، وشكر جزيل للاستاذه الدكتوره امنيه رشيدي على دعوتها الكريمه لمشاركتي في الورك شوب النهارده. ان شاء الله باذن الله هتكلم على جزء خاص بالليرنينج او الادوكيشنال سبورت في حالات الجلوبال فلونتال داي. الدكتور سامح بيه تفضل، وانا سعدت واستمتعت بالبرزنتيشن الجميله. فانا هتكلم على الجزء الخاص بالادوكيشن او بالليرنينج بروبلمز اللي موجود عند الاطفال دول، وجنرال ايديا اباوت هاو تو ديل وذ ساتش بروبلم. What global developmental delay? The term developmental delay or global developmental delay is used when a child takes longer to reach certain development milestones than other children within the same age category. This might include learning to walk or talk, movement skills, learning new things, and interacting with others socially and emotionally. An increasing number of children are receiving a diagnosis of global developmental delay, suggested to be 1 to 3% of the population. In some cases, even after clinical and medical investigations, the cause is not always identified. Every child presents differently in terms of their difficulties. There is significant variance in the degree of impact and the skills affected by global developmental delay. In school, this can create complex challenge both socially and academically. المشكلة اللي عند الطفل ده بتنعكس على social interaction with his peers and academic achievement even in one area or more than one area in the learning abilities such as reading, writing and mathematical calculation.
Development and possible delay. A developmental delay can occur in just one area or in a few. A global developmental delay is when kids have delays in at least two areas. Kids' development skills in five main areas of development: cognitive, social and emotional skills, speech and language skills, fine and gross motor, and activities of daily living. About cognitive or thinking skills, this is the ability to think, learn, and solve problems. Social and emotional skills, this is the ability to relate to other people, including being able to express and control emotions. Speech and language skills, this is the ability to understand and use language in communication with others. Fine and gross motor abilities, this is the ability to use small muscles, fine motor, particularly in the hands, and the larger muscles, gross motor, in the body. Activities of daily living, this is the ability to handle everyday tasks like dressing, eating, and bathing. Global developmental delay and learning disability. For some people, the delay in their development will be short-term and can be overcome with additional support or therapy. In other cases, the delay may be more significant and the child will need ongoing support. This indicates they may also have a learning disability. Learning intervention strategies for students with global developmental delay could be classified or could be covered with the three main categories: occupational therapy structures, communicative structures, and school-based structures. And I'm going to give an overall ideas about each of these three categories. To start with, the occupational therapy approaches and the activities that can support the children and or their caregivers. Underlying skills. Developing the underlying skills necessary to support the whole body, gross motor, and the hand dexterity, fine motor skills. Confidence, developing confidence to enable a child to willingly participate in activities. Educating the child caregivers about appropriate expectations and task complexity, mastering skill first, and then gradually increasing the demand of it much more slowly than with other typical learners. Just right tasks. Presenting the activities at the just right challenge level. That's not too hard for the child or lower than this to build self-confidence. ما بديش التاسك المريض ده يا اما بديه له في نفس الليفل بتاعه او اقل شويه عشان to overcome frustrations which could occur if he failed to achieve this task. And encourage task engagement. It's common for these children to shut down when they perceive a task to be too hard. Simplifying tasks to the smallest possible components. التبسيط. Use a specific language, use a simple and concise language when dealing with the child, even in conversation or in the teaching process. Brief instructions, where the child is not required to remember a long list of things to do. Don't give the child overload of information. Non-verbal cues. Use physical and visual models or instructions whenever possible, not just verbal. Chunking information. Learning to perform or associate multiple steps together once the individual steps are mastered separately. Developing attention, complete activities to support the attention is crucial for the learning mastering. Second, communicative therapy approaches and activities that can support the children and or their caregivers. Speech and language assessment. Start with the assessment, looking in depth at and determining the child's strengths and weaknesses. We have to know the weak areas and the strong areas and go through working in the strong areas and working to enhance the weak areas. In all areas of communication, including play and interaction, attention and listening, understanding words and language, using words and language, social communication, pronunciation, and conversational skills. Communication strategies, working together with parents to devise goals and strategies to help development areas to develop areas of communication with which the child is having difficulty. Daily activities, providing families with strategies and advice that can be utilized at home within daily activities and routines to help develop communication skills. Step-by-step goals, making small step-by-step goals that are achievable and show the child's progression within the skill areas. Visual structures, incorporating extra visual information through the use of more formalized gesture system, pictures, symbols to aid understanding and use of language. Positive reinforcements, providing lots of positive reinforcement and encouragement throughout therapy to help build confidence and self-esteem.
coordinating with educational staff about the child's communication skills and providing information and ideas that can be used in the educational setting to help the child access the curriculum. Simplifying language using language that's appropriate to the child's level of understanding, according to their assessment we did. Third category is school-based structures when teaching the students with global developmental delay. Presentation of lessons through their information and communication technology, ICT. Researchers have proven that global learners are more likely to be visual learners more than being auditory learning. For students with global developmental delay, learning process need to be simplistic, repetitive, and systematic in order for them to remain interested and develop knowledge. The use of information and communication technology therapy is at the forefront of improved learning, and since it can include visuals, audios, and questioning, it engages students with developmental delay and enhances. Structuring the lesson through information and communication technology. Effective use of ICT within education breaks the information down into manageable amounts, helping students to retain the information faster. It's important that visuals provide structure in a useful manner, which helps students understand the new material, and the use of slides within a PowerPoint presentation can help achieve that. Structuring the lesson this way through the use of images, pop-out visuals, and limited text is crucial to stimulate these learners to want to continue. The use of visuals prevents the overloading of information, which collapses the information processing system of a student with developmental delay. Use of sounds. Those with developmental delay find reading difficult and have reading age lower than their actual age. The use of individualized audio teaching samples using technology can channel these students away from this weakness. This learning process is made easier yet through the use of different audios, which can link back to questions where students can record their answers and play them back. Questioning. It's important that students with developmental delay are questioned just like any other learners on their knowledge, but that speech it at the correct level. The learner's information processing capabilities must match the questioning of the task, making learning more efficient. Using repetition within questioning attracts the learner to critical elements of the taught techniques, skills, or learning objectives within the lesson, promoting them to answer correctly. Despite the fact that teacher-led questions are out of the developmental delay's comfort zone, it provides a new challenging and stimulating learning environment, just like their peers face, helping them to feel included in the lesson while still being individually cared for. If the teacher's question only provides two possible answers to questions, this creates a challenging environment whilst not totally disengaging the global developmental delay student from learning. These two possible answers can begin with simple yes or no questions or yes or no options, and then move up to develop the student's thinking skills. Self-directed topics. The teacher can still guide the global developmental delay students, but allow some element of a choice for them to be able to select some aspect of the learning from within the lesson. The teacher can see from the answers if learning intentions have been met and to what extent, and then might use more directed questions for the particular topic. ICT or information communication technology and questioning can be specifically tailored to meet the requirements of the individual, setting them achievable targets which explicitly
nurture and improve students' capabilities. Global learners are not fully aware of their strengths, and traditional teaching does not make room to address these strengths. However, the use of ICT tools targets the individual students to exercise them in their own unique learning environment. Some ideas to support the global developmental delay students in the school: ensure support staff working with the child are familiar with the condition and have received training and or have observed professional practice. Allow a child to sometimes observe what's going on without the pressure to actively participate in the activity. Children learn by watching and listening. Build in physical activity in learning sessions. This is not only practice gross and fine motor skills, but also alerts prior to a period of focused and concentrated activity. Children will need time to share their own ideas and thoughts because they may be socially isolated and may not understand children speaking at a speed. The child needs a place to sit and work which is free from distractions, and sometimes we are going to resort to formulation of the classroom to reduce the noise by using some technologies like the FM system, the frequency modulation system, which enhances the harmonic noise ratio and reduces the noise exposed to the students. Children with global developmental delay will enjoy multisensory experiences, and therefore kinesthetic approaches should be used to help them access activity tasks. Children with global developmental delay may excel in more creative areas of the curriculum, such as drama, art, or music. Allow them to participate as part of the whole class wherever possible and to demonstrate their skills to both their peers and others. Always give verbal feedback and praises. Set children with global developmental delay realistic and manageable targets to improve their skills and understanding. Share these targets with their parents and caregivers. Accept that a child's progress may be spasmodic. They may understand a concept on one day and then appear to have no memory for this another day. Working memory is often slow and retention of information is limited. It's important to record child's progress on a daily or lesson-by-lesson basis. This way, an accurate record is available to all staff, enabling them to set appropriately challenging learning tasks in their subject area. It's important for global developmental delay students to be treated differently. How to differentiate these children or these students from others? Differentiation can be achieved in a number of ways: by outcome, setting open-ended tasks and allowing students to respond at different levels; by task, setting different tasks for students of different abilities; by support, giving more help to certain students within the group; by classroom organization and grasping, helping students to access knowledge, increase their understanding of concepts and ideas and practice skills; by learning style, allowing children to access information and or present their work according to their preferred way of learning. All of these are general ideas about how to deal with these children in the school or by parents or by the caregivers. In addition, we are going to give this child specific learning or academic intervention according to his disability. The learning disabled child may have disability in reading, writing, mathematical calculation, attention, and memory. These five main domains are the main causes of learning disabilities or the difficulties. According to the assessment of the child, we are going to know what are the weak points: reading, writing, mathematics, attention or memory, and intervention program is going to be tailored specifically for each child. Thanks for your kind attention. طلع قانون الدوري الثاني حتى هذه اللحظه. والله ايه مشكله؟
مشكله كبيره يعني لازم نصرف التبعينين التبعينين ونتاكد من قانون مجلس الشعب ودوله المهنه في حاجه اسمها المنتج الشهاده بتاعت الاطباء في اخصائيين بياخدوا دورات طبعا بشكركم كلكم وبشكر المنظمين وبشكر الدكتورة أمنية انها ادتني الفرصة الجميلة دي. والحقيقة الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا. احنا زي ما تعلمنا دايما في الكلية كان دايما في اي ممارسة طبية الجزء السايكولوجيكال بيساعد كتير في ان الحالة تتحسن بسرعة او ما بتستجيبش للعلاج. الدكتور اللي بيهتم بالجزء النفسي بيلاقي ريزلتس كبيرة وواضحة. حالة زي الموضوع بتاعنا اي ام واب في بداية حياتهم وهم بيحلموا بوجود طفل معاهم وبيحلموا ان هم ازاي هيقدروا يربوا الطفل ده ويتعاملوا معاه ويدولوا من طباعهم ومن خصالهم. وبتيجي المفاجأة بان هم بيكتشفوا انه عندهم طفل في ديسابيليتي. وبتبقى المفاجأة طبعا اكبر دراما لما بيكبر الطفل. يعني ممكن في طفل بينزل من الاول عنده مشكلة نيورولوجيكال وباينة، لكن لما بيكبر وبيبتدي الطفل نازل كويس وكل ما يكبر يبان عليه المشكلة ده بيبقى تروماتيك اكتر. التشنج في الروتين وفي التفاعل النفسي والحياة كلها بتتغير في وجود نيوبورن نورمال، فما بالنا بقى لما يبقى هو ابنورمال من الاساس. البيرنتس طبعا بيقابلوا احاسيس كتيرة قوي سواء عندهم او من عند الناس اللي بتتعامل معاهم القريبين منهم. كلهم عندهم مشاعر حزن ومشاعر قلق ومشاعر خوف، ويا ترى الطفل ده هيقدروا يتعايشوا معاه ولا لا، او هيقدروا يقدموا له الخدمه المطلوبه ولا لا، هيعيش ولا مش هيعيش. كل دي حاجات كلها بتخليهم يعني تعبانين جدا نفسيا ومش قادرين يعني بيتحملوا عبء كبير قوي في حياتهم. الحقيقه ان الطفل الجديد اللي عنده مشكله بيغير في الداينامكس بتاعه الاهل كلهم وبتاع الاطفال واخواته، ازاي هم يشيلوا الريسبونسابيلتي بتاعه طفل زي ده. المراحل اللي بيعدوا بيها النفسيه بتبقى اول مرحله عندهم دينايل، وبعدين انجر، باردنينج، ديبريشن، وفي الاخر بيحصل الاكسبتنس. بيتعاملوا مع الموضوع لانه سايكولوجيكال ستريس، feeling of loss and low self-esteem.
الطفل بالنسبة لهم بيبقى محبط جدا، الأحلام كلهم بتاعتها راحت، السوشيال أوبستكلز اللي بيقابلوها بتبقى كبيرة قوي قدامهم. Parents may direct their anger toward others. يعني ممكن تلاقي الحالة الإحباط الشديدة دي بتطلع منهم في صورة ان هم بقوا في عنف جديد في التعامل مع الآخرين، عنف جديد مع البارتنرز، يعني هم مع بعض دايما بيتخانقوا، مع الدكتور اللي ولد الحالة وتصوروا ان هو السبب في الحالة دي، او مع الفاميليز اللي ما عندهاش نفس المشكلة بيبتدوا يبقى فيه نوع من الحساسية الكبيرة في التعامل معاهم. بعض البيرنتس بيبتدوا يعني يدعوا ربنا ويسألوا يا رب لو تشيل مني الطفل ده انا هبطل اعمل كذا وكذا، او لو يخف الطفل هيحصل كذا. احساس الجلد احيانا ان هو انا عشان عملت زمان حاجة غلط فربنا بيعاقبني بالطفل ده. بعض الام طبعا هي في الاغلب هي اللي بتبقى شايلة القصة اكتر من الاب، وده بيخلي المشكلة بتحصل حتى في العلاقة الزوجية ما بينهم، الزوج دايما بيشعر بالنجلكت، الام ما بقتش مهتمة بيه ومش مهتمة ببقية الاطفال، هي مهتمة بس بالطفل اللي فيه مشكلة. حالات الطلاق بتبقى زيادة جدا اكتر 10 تايمز عن اي اسر طبيعية واسر عادية نتيجة وجود هذا الطفل. وكتير من الاباء بيتهموا الامهات ان هي السبب في ان هي عندها طفل جاي مش طبيعي، يعني الام هي اللي فيها مشكلة وبيسيبها عشان يتجوز واحدة تانية عشان يجيب طفل طبيعي. سواء المشكله اللي عندي كانت منتال ريتارديشن سيريبرال بولسي او داون سندروم او اي شكل من الاشكال، ان احنا نعمل كوبنج مع الحاله دي لازم بتحتاج كير معين، ومحتاج انه تعب شديد بيفضل يتزايد طول الوقت على الاسره وعلى الناس المقدمه اللي عاملين كيرنج للطفل، سواء ايموشنز فيها حب وايموشنز فيها تعب وايموشنز ملخبطه جدا ناحيه هي عايزه الطفل ده ولا مش عايزاه، تهتم بيه ولا تهمله. الاحاسيس الكتيره دي احيانا بتفضل متراكمه في قلب واحساس الاهل بحيث ان هم ما بيقدروش كمان يتكلموا فيها مع اي حد، وان كان هو لازم يتعلموا ان هم يتكلموا فيها مع حد كومبتنت بروفيشنال، لازم يتعلم ان هو يتكلم في المشاعر ديت، وازاي يتعلم استراتيجي انه يكوب مع السيتويشن والاحساس الجريف اللي هو بيبقى عنده. كمان الاخوات بيبقى عندهم مشكلة انه هم كمان بيبقوا حاسين انه لا ده انا حد اولا ماما واخد كل وقتها للطفل الجديد واخد كل اهتمامها، انا مش عارف افسر وجود الطفل اللي فيه مشكلة ده لاصحابي ازاي انا مش مكتوب عليا ان انا اعيش حياة طبيعية علشان الطفل اخويا ده فيه مشكلة مخليني حياتي كلها متلخبطة. كمان بيبقوا حاسين هل هم عندهم جين هيحصل لهم حاجة يبان عليهم بعد كده، ولا انا لما هكبر وهتجوز وبقى عندي اولاد هيبقى اولادي عندهم نفس المشكلة. كل المشاكل دي كلها طبعا بتمثل اعباء كبيرة قوي على الطفل، وخصوصا لو كمان الاهل الاب والام بيدوا الريسبونسبيليتي للطفل من هو صغير انه ياخد باله من اخوه او يتابع اخوه في حاجات معينة. في حين ان احنا بنلاقي الاطفال اللي بيقدروا يتكلموا ويكومنيكيت كويس مع الاهل ما بقاش عندهم المشكلة دي قوي، بيبقى نفسيتهم مستريحة، بيقدروا بعدين لما بيكبروا بيحسوا ان هم بقوا مختلفين عن الناس اللي كانوا الناس الاخرين، في ان هم بقى قدرتهم على تفهم ان الناس مش زي بعضها، وان هو يقدر يقبل اشخاص مختلفة فيهم مشاكل مختلفة بتبقى قدرتهم اعلى. كمان بيبقى عندهم احساس ان احنا تعلمنا نقف ونواجه مواقف صعبة، فده بيخلي قوتهم في تحمل الحياة واعبائها بعد كده اعلى بكتير.
الطفل نفسه بقى اللي هو disabled نفسه هو اكتر حاجة بتضايقهم انك تلقبه بمرضه. يعني تقول الولد بتاع ADHD، البنت الداون، البنت اللي عند البلايند، الحاجات دي بالنسبة لهم حاجة تروماتيك جدا. واحيانا احنا في مجال يمكن الطب بنشوفها انه بيندهوا الطفل بالمشكلة بتاعته مش باسمه. هو محتاج انه يفيل ان هو ليه الانترست بتاعه، وهو عاوز اكسس ان هو يقدر يمارس حياته، يبقى مش ديبندنت على الاخرين، ان هو يقدر يشتغل ويروح ويركب مواصلات ويتحرك ويتعايش مع الحياة بالشكل الطبيعي زيه زي الناس اللي في سنه. اكيد طبعا الفاينانشال بيردن على الاهل بيمثل اعباء كبيرة جدا جدا، لان هم بيبقى الطفل الديسيبلد ده بياخد مصاريف كتير جدا في الميديكيشن وفي الثيرابي بكل انواعه وفي الكونسلنج وفي الريهابليتيشن، فكل الحاجات دي بتتحمل على عبء الاسره. ولو الاسره اصلا ظروفها الماديه ضعيفه بتبقى مشكله كبيره جدا عليها. طبعا لو انا عندي الخدمات دي متاحه على شكل كويس وجيد سواء من الحكومه او من الكوميونتي، ده بيخلي العبء يخف شوية على الأهل. لو احنا خدنا اكزامبل لحالة كانت سريبرال بولسي، مايل سريبرال بولسي اول سنتين في حياته كانت مشكلة كبيرة جدا في كل الـ طبعا احساس الالنس نفسه، مع انه هو البروبلمز بتاعه الكوميونيكيشن والبريثينجز وحاجات كتير جدا تعرضوا ليها كان بتخلي الطفل ده من بدايه حياته وهم الاهل بيروحوا بيه ويتابعوا في مستشفى الاطفال اللي هي بتبعد عنهم. كمان فكره ان الخدمه مش متاحه في كل مكان، ان هو عشان يروح مستشفى متخصصه بيحتاج يسافر مثلا 4-5 ساعات، كل ده كان بيدفع فلوس تكاليف السفر والمروح والمجاي والباركينج، ولو هياكلوا ويشربوا في الوقت اللي هو بيعمل فيه ستيشن بيدفع اكوموديشنز، كل الحاجات دي كانت بتخلي الكوست عالي جدا جدا، لدرجه انه في الاخر بقى بيبتدوا يضحوا بان هم يعملوا كل الاجراءات دي لان عندهم اولاد تانية طبيعيين ما عندهمش مشكله، هم اولى بالمصاريف دي واولى بالفلوس اللي هم بيصرفوها. طيب المشاكل كمان مش مادية وبس، لكن احنا عندنا المشاكل الاجتماعية. الفاميليز ممكن بيلاقوا نفسهم ايزوليتد حتى من السيركل القريبة جدا منهم، الفاميلي القريبين، الاهل، الاصدقاء القريبين اللي هو المفروض هم يدوم السبورت، بالعكس هم بيلاقوهم يعني متعبين جدا بالنسبة لهم اكتر من الطبيعي، وكل واحد في الاهل والاصدقاء بيحاول انه يتدخل في الطريقة اللي ممكن انه يساعد بيها الطفل ده، فده بيبقى عبء كبير على الاهل نفسهم لما يقعدوا يدوا كومنتات وخليه يعمل كذا وعوديه يعمل كذا وانا بعمل ايه ومبيعملش ايه. التدخلات دي بتخلي الاهل في الاخر يفضلوا ان هم يبقوا معزولين احسن ما يفضلوا يبقوا معرضين لكل الكلام الكتير اللي هو مبقاش بالنسبة لهم ليه افكت او ليه لازمة. هما كمان بيبقوا قلقانين، انا هقدم طفلي ازاي لو انا رايح مكان، هل يا ترى الناس هتحبه ولا لا، هيتعاملوا معاه ازاي، كل دي حاجات بتبقى شغلة بالهم بتخليهم ان هما ينعزلوا. بعض الاسر بتاخد بقى حياتها الجنب لوحدها وتتعاون وتندمج مع الاسر اللي عندها ديسابيليتيز زيها، بحيث ان هم بيشيروا مع بعض، عندهم نفس المشكله، كلهم عندهم نفس الاحساس باللص وبالانجر وبالبين، كل ده بيخليهم يقدروا بدل ما تبقى حياتهم خاليه من الناس بيبقى هم دول بقى المجموعات الجديده اللي بيتعاونوا مع بعض عشان يقدموا السبورت لبعض. طبعا شيء محزن ان حتى لغايه دلوقتي الاسر اللي عندها طفل عنده اي ديسابيليتي ما بيبقى سوشيالي اكسبتد، وبيبقى الناس بتحب تقعد تتكلم كتير بقى من يعني عليه وعلى الاسره واحنا نبعد عنه ومفيش داعي ان احنا نقرب، ده الولد ده خطر، الولد ده هيعمل مشكله، الولد ده بيتعامل بطريقه مش كويسه، فيبتدي الدنيا تقفل على الاسره دي زياده عن ما هي متحملينها. وخصوصا احنا الناس لما تتعامل
في ان هي passing the judgment, accepting the child or family socially are two things اللي هم بيقابلوا اي اسره بتتعامل مع الطفل اللي هو الهانديكاب. الطريقه اللي احنا نقدر يعني نساعد بيها الناس دي هو ان احنا نتقبلهم ونتقبل الهانديكاب اللي الطفل فيه، ولو حاجه ما اعرفهاش اقرا عنها وافهمها قبل ما ابتدي اتكلم على الطفل واتكلم مع الاسره بتاعته عليها، ونبقى سبورتيف. لو بقينا سبورتيف ولو لدرجه صغيره ده هيفرق كتير مع الاهل، في حين ان احنا لو ما كناش ده بيزود العراقيل وبيزود المشاكل في طريق رحلة الأسرة دي. أحد الأمهات بتقول، يعني ده كلام واحدة من الأمهات بتقول، الناس بيقابلونا المفروض إن هم يقابلونا بعطف أو بنوع من الرضا، لكن هم طول الوقت بيعملوها بشكل فظ، وده بيخلي المسألة صعبة قوي، لأن احنا يعني مليانين اوريدي، ما احناش عندناش يعني مش قادرين نتحمل اعباء اكتر من كده. المفروض ان هم يتعاملوا معانا برفق شويه، لكن في الغالب هم بيتعاملوا معانا على ان احنا يا اما عايزين منهم حاجه، يا اما الطفل ده دينجروس على الاطفال الباقيين، او ان هو بادلي بيهيفد، يعني بيتصرف تصرفات مش كويسه، ودي حاجه هم ما بيبقوش قابلينها خالص. It's a sort of soul destroying and so bad, so hard to deal with. لما يبقى عندنا حد عنده special need، المفروض ان احنا نتعامل معاه بشكل اكثر لطفا وتقبل. في النهاية بنقول انه many children are born with disability because of genetic, environmental, unexplained reasons. الfamily who have a child with disability incur emotional and economic hardship. The parent and siblings need to express their disappointment, anger and frustration, and to learn to accept and respect the child for his own character. It's important to know how the child with the disability feels about his restricted life. It is unique shared experience for families and can affect all aspects of family function. On the positive side, it can يعني ليها جنب إيجابي جدا، هو إنها بتزود الأويرنس بتاع الفاميلي مع بعضها، بتزود السترينث بتاعهم، الإنر سترينث، بتإنهانس الفاميلي كوهيجن، وبتإنكورج الكونكشنز تو كوميونيتي جروبس أوف ريليجيوس انستيتيوشن. على النيجاتيف سايد، the time and financial cost, physical and emotional demand and logistic complexities associated with raising disabled child can have far reaching effect. They increase the stress, take toll of mental and physical health, make it difficult to find appropriate and affordable child care, and affect decisions about work, education, training. Having additional children ممكن طبعا دي تبقى عقبة كبيرة قوي، ان هو جاله طفل عنده اعاقة ما فما بيقدرش يفكر انه يجيب طفل تاني، بتبقى بالنسبة لهم ده قرار صعب. يعني families must learn to tolerate, accept and hopefully celebrate children. يعني فكرة انه الطفل اللي فيه abnormality ده هبة من عند ربنا، وان هو هيساعدك بشكل اخر، ده طبعا الرؤية بتاعتنا، ان احنا نتمنى ان احنا ككوميونيتي وكبلد كلها بتحرك ناحية انه علشان انت عندك طفل معاق فانت بتاخدي facilitations معينة، عشان انت عندك طفل معاق فانت بيحصل لك تخفيضات معينة، كل الحاجات دي بتساعدها انها تتقبل الطفل ده، بدل ما هي بتحملها كعبء بقى هو وسيله ان هو بيفاسيليتيت الحياه بتاعتها، فتقدر يعني هنوصل لمرحله ان احنا سيلبريتنج ان انا بقى عندي طفل معاق، دي طبعا حاجه امل كبير قوي. Communities also play part by accepting and providing opportunity for the child. الحقيقة احنا اي حد فينا معرض ان هو يجيله
نبقى disabled يعني بأي طريقة، سواء عندي depression، سواء عندي fears، عندي OCD، عندي panic attacks، بأي شكل من الأشكال إحنا عندنا handicapping في حتة في حياتنا، وبالتالي إحنا لا يجب أن إحنا نتعامل مع الشخص اللي عنده طفل handicapped بأنه حاجة قود أو حاجة غريبة، لا، ده هو إحنا كلنا عندنا handicapping بشكل أو بآخر. ف don't judge, love, be supportive, be helpful، وهتلاقوا لما نعمل كده الحياة بتتغير بشكل amazing للfamilies نفسها وبالنسبة لنا. شكرا جزيلا. والله انا بتصور انه اي حد لازم يبقى عنده في العياده بتاعته حد كونسلنج، خصوصا اللي بيتعاملوا مع بالظبط. بسم الله. انا بتكلم ان اللي الدكتوره عرضته طبعا مشكوره، هو فعلا واقع بالحرف، يعني فعلا المشكله دي قويه جدا. مشكله اكبر كمان ان العيال في المدارس وفي الشارع، العيال بتبدا تغلس على الطفل اللي عنده هانديكاب سواء منتال او موتور. عيال كتير يبقى كويس وعنده مشكله في الحروف يقول لك مش رايح المدرسه ليه، اصل العيال بيتريقوا عليا، لو ولد بيمشي عيل منتال عيل داون. هو الموضوع بقى يعني هو ليه ما بقاش في حمله قوميه كده ان الناس تبقى اوير، الاهالي، وان هم يعلموا عيالهم ازاي ان انا لما اشوف عيل ده اساعده مش ابقى اجينست. المشكله دي جامده جدا، ده المدارس والعيال، العيال مبهدلاهم. الام يا ستي خلطيه مع عيال طبيعيه تقول لك انا بنزله الشارع العيال بيقعدوا يتريقوا عليه فانا بزعل. طب هي المشكله جايه منين بقى، في الاهالي ولا في تربيتهم للعيال، ولا هو اتيتيود ان الناس مضغوطة فكل واحد بيخرج على الأضعف منه فبيغلس عليه؟ فليه ما بيبقاش الطرق يعني حاجة awareness كده، حملة قومية تتعمل للناس ان انت تساعد الهانديكاب، ما تبقاش فعلا زي ما حضرتك قلتي عليه، ما تبقاش مجرد انه obstacle قصاده او بيزود مشاكله. فليه ما بنتبناش حاجة زي الجانب السايكولوجيكال ده، يعني ان احنا نعمل awareness اعلى من كده للمدارس والاطفال والاهالي، انهم حتى ما يعلموا عيالهم ما تقلس على عيل زي ده، لا ما تضحكش عليه، لما زميلك يتهته في المدرسة او مش عارف يتكلم لا لما تشوف عيل زي ده ساعده ما تضربوش ما تضحكش عليه. الام والله يا دكتور لسه بتقول لي انا لازم اروح اجيبه من المدرسة، لو ما روحتش اجيبه العيال ضربينه، وانت عارف، وهي قالت لي نصا كده انت عارف ان المجتمع بيعامل العيال اللي زي دي ازاي، والله نصا لسه امبارح. والست كمان ايه كانسر بريست وبتاخد كيمو ثيرابي وتقول لي انا لازم اروح اخد التريتمنت واجري اجيبه من المدرسة يا اما هيجي لي متبهدل ومتقطع والعيال ضربينه. فانا شايف الموضوع فعلا والله فعلا المشاكل اللي حضرتك بتحكيها دي، يعني كلنا فعلا بنركز على الجزء الميديكال، عايزين نعالج وعايزين نداوى ونعمل فيزيوثيرابي ونعمل، طب الجزء السايكولوجيكال بقى فين؟ لا انا شايف ان في ديفكت جامد جدا، في محتاجين ان احنا نشتغل عليه اكتر من كده يعني. تمام، انت شكرا لحضرتك. طبعا دي هي محتاجه عايزه رؤيه مجتمعيه كبيره واستراتيجيه عاليه. يعني انا انا سافرت بره بشوفت المرضى النفسيين غير الاطفال الهانديكاب كمان بيتعاملوا في المجتمع ازاي. عادي خالص انك تلاقي واحد ماشي ديليوجنال وماشي مثلا كان بيوزع منشورات ضد الحكومه ومش عارف ايه وبتاع، والناس بياخدوا اقتراحات عشان يصلح البلد. الكلام ده كان في فنلندا، والمحافظ جات له ورقه من دول قال والله انا لقيت فيه حاجات ريزنبل وكويسه، وبيتعاملوا معاه عادي خالص. يعني انت حقك تعيش وقول الضلالات بتاعتك زي ما انت عاوز، وما فيش مشكله، كلنا متقبلين الشخص ده. ففكره التقبل ده فكره يعني فكر عالي قوي مش اي حد يوصل له، لازم الناس تكون يعني احنا عندنا
البيراميدز بتاع النيدز اول حاجه فيها لما البيولوجيكال نيدز تبقى بارشال ساتسفايد نبتدي ندخل على المرحله اللي بعد كده نخش الامان نخش لحد ما نوصل لمرحله اللوف وان احنا نحب بعض ونحب الناس ونحب الدنيا ونقدر بقى نتعامل بشكل ودي اكتر وبعدين نبقى في سيلف اكتواليزيشن وابتدي بقى اتعامل مع الناس الاضعف بشكل احسن. فدي مراحل كتيره قوي. اكيد الوضع الاقتصادي والوضع الفكري بتاع البلد كلها، ما نتكلمش على ناس او ناس، لا اكيد في مشكله كبيره، وعلشان كده الاطفال دول هم النقطه الضعيفه اللي الكل بيضغط عليها في الاخر، لان زي ما حضرتك قلت كده بيحصل ريبليسمنت، كل واحد مضغوط من حاجه كانت في ضغط الحته الاضعف، فعندنا اضعف فئه هي يا اما مرضى نفسيين يا اما اطفال هانديكاب. والحقيقه من وزاره الصحه شايفه انها فعلا مشكله كبيره جدا، بس الحقيقه انه vision,
oral speech and language والsocial كمان developmental delay زي ADHD والاوتيزم وكمان psychiatric disorders. لو هيحصل انه اكتر من domain يبقى involved في الديلي ده هنسميه global. global means انه اكتر من domain هيبقى involved وده الحقيقة ممكن نلاقيه في حاجات زي داون سيندروم زي الفيبوتيزم زي حالات السيربرال بولسي. وده مشكلته الحقيقة انه بيحتاج اكتر من سيرفيس واكتر من فاسيلتي ميديكال فاسيلتي تو بي انفولد. وساعات بتبقى الاسر محتاره يعني هو هتاخد التخاطب وتعمل العلاج الطبيعي ولا تروح العلاج الطبيعي ويبتدوا يعملوا جداول وده طبعا بينتربت. والمقوله المشهوره انه طفل معاق بيساوي اسره معاقه ومش بس البلد ممكن تخسر الطفل اللي هو عنده اعاقه ان هو ما بيبقاش اكتف وما بيشتغلش في المجتمع، لا الحقيقه هو في كمان اكيد فرق من الاسره هتتوقف حياته علشان خاطر يبقى مساند ومرافق للطفل ده في كل مكان اللي في اغلب الظن بيكون الام. لما الام بتنشغل مع الطفل زي ما قال الدكتور حنان قالت انه الاطفال التانيين بيبتدوا يحسوا ان هم مهملين. وكمان اللي اكتر من كده ده الاطفال التانيين بيبتدوا يدعوا المرض علشان خاطر يعني الام تبقى اتنشن في ده لانه في مشكله انها دايما واخده صف الطفل المريض. مهم جدا جدا اننا نعرف الاسباب وراء معلش يعني هي السلايد كوندنسد كده بس انا حبيت ان احط كل الاسباب مره واحده علشان خاطر تبقى كلها متجمعه فيها كلها مرتبطه ببعضيها الحقيقه وكلها مرتبطه بانه الميديكال كير والفولو اب ده لازم يبقى انتنس ولازم يكون مخطط ومحدد ويكون في عنايه اثناء تقديم الخدمه في وحدات البرايمري هيلث كير في وزاره الصحه ودول اكثر من 5000 فاسيلتي على الجمهوريه كلها. ما بقاش من المقبول ابدا انه الطفل لما يكون عيان يروح الوحده الصحيه لا خالص. احنا الطفل المستهدف في الوحده الصحيه هو الطفل السليم نورمال تشايلد هو ده المستهدف من الخدمه الموجوده في مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه. طبعا برنامج التطعيمات كلنا عارفينه وهو برنامج موسع والحمد لله يعني يمكن ايرديكيشن وبوليوميلايتس فعلنا بيه اكتر من مره ومع ذلك ما زلنا بنكير من وقت للتاني بنعمل حملات علشان نضمن انه دايما الايرديكيشن مظبوط وانه ان شاء الله ما نشوفش حالات بوليوميلايتس تاني. نفس الشيء حاله التيفويد نفس الشيء والاتجاه حاليا أصبح إلى الأمراض الأخرى زي الدايبيتس والأوفر ويت ومن أول الطفولة والأنيميا بأنواعها. فكل دي حاجات بتبقى في اتجاه إننا نحافظ على الطفل. في بعض حاجات بتبقى سهل إن احنا نعمل لها ستكشن وفي حاجات الحقيقة بتبقى مكلفة وتستلزم جهود كبيرة وفلوس كتير قوي علشان خاطر اننا نقدر نلاقي الاسباب ونقدر نحسن من الصحة ومش بس يبقى هدفنا اننا نقلل المورتاليتي لا احنا دلوقتي اتجاهنا انه ازاي نقلل الموربيديتي كمان. في وزارة الصحة عملنا عيادات إرشاد وراثي ودي عيادات بسيطة متوزعة في بنأمل إن كل محافظة يبقى فيها عيادة والحقيقة ده مش الوضع دلوقتي هما حوالي 14 عيادة احنا طبعا 27 محافظة لكن الحقيقة بنحاول إنه السيرفيس دي تبقى موجودة. صحيح تيار الكونتنجوينتي عالي جدا وصعب شوية إنه يعني يدخل
في حاجات كتير الناس بتبقى مش متقبله الفكره نفسها، لكن هو الحقيقه يعني اول ما بيتولد طفل وعنده مشكله وبتبتدي تتكلم مع افراد الاسره دي، ودي حاجه لمسناها بنفسنا. يعني احنا من ساعه برنامج الفنايل كيتونوريا لما دخل النيتال سكرينينج بروجرام، وجه اب بيحكي لي انه ازاي اخوه كان عايز يتجوز اخت مراته، ان هو قعد يقول له انه ده اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر اللي جاي في ابني، وانك انت مين بتبقى كارير ومراتك كارير. انا انبسطت جدا لانه الراجل الحقيقه الاب كان بسيط، مش يعني مش خريج جامعه ولا حاجه، ومع ذلك مجرد بس ان هو لمس المشكله وقدر يعرف فعلا تدخل وقدر انه يمشي في الاتجاه المظبوط، ان هم يعملوا تحليل ويشوفوا اذا كان كارير او لا، بحيث ان هم ما يدخلوش في المعاناه اللي هم دخلوا فيها ويجيلهم طفل محتاج لرعايه. بالمناسبه يعني انه وزاره الصحه لما بدات النيتال سكريننج بروجرام كان بالكونجنتال هايبوثايرويدز، والحمد لله دلوقتي يمكن حضراتكم في العيادات يمكن خلاص الجيل الجديد ما عادش هيشوف الكونجنتال هايبوثايرويدز، ومش هينفع ينزل الامتحانات خلاص لانه ما فيش نيو كيسز بتديفلوب. نفس الحكايه الفنايل كيتونوريا برضو العلاج، يمكن يعني هقول لكم على رقم كده، انه بنشتري البان في وزاره الصحه، البان سبيشال فورمولا ب 200 مليون جنيه في السنه، لان هي غاليه جدا، لكن الاوت كم بتاعها مرضي جدا جدا، انه بدل ما الطفل يكون منتلي ضغطت بيبقى كومبليتلي نورمال. طبعا ده في اتجاه يعتبر سكندري بريفنشن، لان انا بمنع برايمري المنتال ريتارديشن، لكن حقيقه ان احنا عايزين الجهود تتجه اكتر لمنع اصلا ولاده اطفال بكيو، وده يعني هيكون عن طريق اننا نتوسع اكتر في مراكز الوراثه. وشفتوا حضراتكم توجيهات الرئاسه نحو افتتاح 7 مراكز للوراثه في مصر، هتقدر ان هي تعمل الميوتيشن وتقدر تديكت الكاريرز، وبالتالي لما نبتدي ندي الماريتال كونسلنج البري ماريتال كونسلنج نقدر نقول مين هيبقى مناسب ان هو يتزوج او لا. التست اللي بنختاره في السكريننج، يعني زي ما بقول لحضراتكم ان البريفنشن طويل ومكلف، لكن الحقيقه ان احنا بنحاول نختار على قد ما نقدر، كل مكان البريفلنس في المجتمع عالي، كل مكان فيه كونسرن للناس، وكل مكان فيه افيلبل تست، واهم حاجه انه العلاج يكون افيلبل. دي الحقيقه يعني قد ايه المجهود اللي ممكن يحصل، ده جزء منه، لما يجيني طفل بجلوبال ديفلوبمنتال ديلي قد ايه بعوز انفستيجيشنز، قد ايه بصرف كل المصاريف ديت علشان خاطر بس اوصل للدياجنوزس. والحقيقه انه حوالي 70% بس هو اللي هقدر اوصل للدياجنوزس، وستيل هيفضل فيه اكتر من 30% مش واصلين لدياجنوزس محدد. اكبر برنامج موجود هو الماتيرنال والتشايلد هيلث كير بروجرام، والحقيقه هو ده بيبقى الغرض منه، من اول الام، من اول متابعه الحمل، من اول السيفتي في الليبر وفي الحمل، وانه ما يحصلش مشاكل. دي حاجة مهمة جدا تقلل نقص الأكسجين بقى عند الولادة، حالة السيربرال بولسي، حالة الإبيليبسي اللي هي مش عارفة لها سبب. دي من الحاجات اللي مهمة ومن البرامج القوية في وزارة الصحة، كذلك رعاية الأطفال وتبني الأي إم سي أي، الإنتجريتد تشايلد كير،
ما بقاش ان الدكتور الطفل داخله يشتكي من الزور فالدكتور يبص على الزور ويبتدي يكتب العلاج، لا الكلام ده ما بقاش موجود الحقيقه في وزاره الصحه. الطفل بيخش بيبقى سوزنه، بيتاخد تاريخ الهيستو بتاع التغذيه بتاعته، بيشوف اذا كان بيتغذى كويس او لا، بيتعمل له صوره دم كامله، يتشاف اذا كان في انيميا او وات ايفر، ويتعالج على الاساس. واصبح انه الاب يوز اوف انتي بايوتكس والحاجات دي كلها بقت يعني قليل قوي ان احنا نسمع بيها في وزاره الصحه. اللعبة بل السلايد دي مش عايز نقفل عليها. ليه البريفيشن اهم؟ لانه الحقيقه ده حتى احصائيا انه spending $1 في البريفنتيف ده بيسيف بعد كده $13 في العلاج والانفستيجيشنز والحاجات الكتيره اللي احنا شفناها على السلايد، يعني ام ار اي وجينيتك وبيوتيشن وحاجات كتير قوي قوي بتضيع مننا واحنا بنتتبع حاله الطفل اللي هو عنده global developmental delay. global developmental delay is common problem، ما هوش حاجة بسيطة، لا ده أكتر من 15% ممكن يبقى في global developmental delay من ال sick people، من ال sick infants. و selecting ال investigation صعب جدا، مكلف. الاتجاه ناحيه اننا نتوسع في البريفنشن ونقوي الاجزاء بتاعه البريفنشن وهاو تو ديتكت ايرلي وتو سينك. في عيادات الارشاد الوراثي احنا بنعلم الدكاتره عندنا سينك جينيتيكلي، يعني بس خلي في مشكله الجينيتيك تخطر على بالك، ساعتها هتقدر تو ديتكت الديزيز. اند ثانك يو. يعني كنت هقول لحضرتك على انه في ال 5000 اكتر من 5000 يعني 5400 وحده المنتشرين، احنا عندنا حاجه اسمها الزائره الصحيه. الزائره الصحيه دي هي هدفها انها اذا الطفل له متابعات عند شهرين واربعه وسته وتسعه، الطفل اللي بيتاخر هي بتروح له لغايه البيت بتشوفه اتاخر ليه. كذلك الحامل لما تيجي تتابع الحمل بتبقى الزائره دي من اساسياتها انها بتترقب. لو في واحده حامل وما راحتش الوحده الصحيه بتسالها طب انت ما رحتيش ليه؟ تقول لها مثلا انا رحت لدكتور خاص. طب انت متابعه مع الدكتور؟ طب ما تيجي تاخدي حقنه التيتانوس؟ طب ما تيجي، يعني بتحاول ان هي تغريه. فالنظام الحقيقه موجود وفعلا في سوشيال سبورت بتقوم بيه وزاره الصحه، ده غير يعني الخدمات الثانيه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا.
لكل السادة المنظمين على دعوتهم الكريمة ليا وللجروب زملائي. بشكر زملائي طبعا اللي ساعدوني في الوركشوب، طبعا بشكر التشير بيرسون. انا هتكلم على الريهابليتيشن مانجمنت بلان، اللي مش هقول كلام قديم، بس جلوبال ديفلوبمنتال ديليد عاده ما نقصد بيها انتلكتشوال اند كوميونيكيشن، ما بيتقالش على الولاد اللي هم فيهم موتور كتير دارجا يعني، وان كان الديفينيشن زي ما زملائي كلهم قالوا ان هو تو مين دومينز. عايزه اقول حاجه، الجدول اللي احنا خدناه في البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه ايفن بتاعه الاطفال، اللي هو الطفل بيقعد عند 6 شهور، لا ده بيتكلم كلمه عند سنه، لا ده احنا مش كده قوي، هو مش تايم تيبل. الطفل ليه فروقات، في حاجه اسمها لايز فينومينا، ان هو ممكن ان هو يتقدم في حاجه عن حاجه، يتكلم قبل ما يمشي او يمشي قبل ما يتكلم، ده طبيعي مش تايم تيبل. انت مثلا بتقولي 6 شهور ما قعدش، هل هو كده يبقى متاخر؟ لا احنا مستنى ل8، فكل حاجه ليها رينج شويه عشان نقول كده. في برضو كلمه بنقولها جلوبالي اللي هي جلوبال ديفلوبمنتال ديلي. الديلي ده جواه حاجتين، ديسابيليتي اند ديلي. الديلي اللي هو حاجه بسيطه، الطفل متاخر ليتل او سلور تو ديفلوب، متاخر حاجه بسيطه عن زملائه او اقرانه. انا دايما بقول تو هيز بيرز، اوكي. ولما اتعملت الستاندرز بتاعت التست بتاعت كل حاجه ليها ايفالويشن، الفاين موتور ليها ايفالويشن، جروس موتور ليها ايفالويشن، الانتلكتشوال ديسابيليتي، الكوميونيكيشن، كل حاجه ليها اختبارات عندنا، هو متاخر شويه، ده الديلي. لكن الديسابيليتي حاجه ثانيه. فانا عشان اقول ان طفلي متاخر لازم يكون متاخر وعلى طول بيهايند وما بيعملش كاتش اب. طيب يبقى الديسابيليتي حاجه ثانيه غير الديلي. الديلي حاجه بسيطه شورت ليفد، هو متاخر شويه، تعب، عي. دايما كانوا بيدرسوا لنا اساتذتنا كده، الولد جاله دور حصبه جامد قوي فما قدرش يمشي، الولد جاله هوسبيتاليزيشن فلاست شويه في الكوميونيكيشن، الولد كان عنده كونداكتيف ديفنس فما اتكلمش، ده ديلي وهيعمل كاتش اب. لكن الديسابيليتي لا، دي حاجه موجوده، الطفل ده هيفضل طول عمره متاخر عن اقرانه مهما عملت معاه. بس لازم اعمل ايرلي انترفنشن سواء في ده او في ده. انا دلوقتي جالي وشخصته لازم اتدخل بسرعه، يا اما هقدر اوصله للكاتش اب بسرعه يا اما مش هعرف، بس هحسن الكواليتي اوف لايف لي اند فور هيز فاميلي. الارياز دي احنا اتكلمنا عليها. طيب هل في علاج للجلوبال ديفلوبمنتال ديلي؟ دواء، وده دايما الفاميليز بتمشي وتروح من دكتور لدكتور لدكتور على اساس انه يكتب لها دواء. فاول ما تجي لك العيان لازم تفهمه ان نو سنجل تريتمنت، مفيش علاج، ده مش سحر ولا شعوذه، احنا لازم نبتدي انترفنشن، والانترفنشن لازم از ايرلي از يو ديسكفر ات. انت حضرتك بيدياتريشن واشتغلت مع الطفل ولقيته متاخر في حاجه، بليز ترانسفير هيم على طول، يعني ما بيتكلمش برجاء تحويله على قص وحده الفونياتريكس، ما بيمشيش على الفيزيوثيرابي، قلقان من السمع اتاكد قبل ما تحوله للسمع، انت شايف ان هو ديلي اعمل له اي كيو، ابتدي وفهم الاهل انهم هيمشوا في مشوار طويل هياخد وقت، والعيان ما يروحش ويجي على الدكتور كتير، مش هيبان تحسن غير بعد فتره محدده 3-4 شهور. وي ار تيكينج ستبس توورد ذا تريتمنت. ذا تريتمنت هو التاهيل اولا واخيرا، ولازم تبتدي في التاهيل بسرعه. هندي دواء؟ هندي دواء، بس من غير التاهيل الدواء مش هيجيب نتيجه، لازم تفهم كده كويس. بالتاهيل بس ممكن يحصل نتيجه؟ ممكن يحصل نتيجه، بس مش مرضيه برضه، بالدواء بتاعي هيتحسن شويه، فلازم اعمل حسابي الحكايه دي. وانس وي دايجنوز ترانسفير على طول عشان نحسن الاوتكم، حتى لو سيفير منتل ريتارديشن وانت متاكد وعارف التشخيص وعارف انه هيبقى سيفيرلي منتل، العيان ده هيعيش في فاميلي وفي اسره وفي مجتمع، من حقه الحياه الكريمه ان هو يتعامل كويس، ان كل انسان من كل طفل من حقه انه يتعلم في المجتمع ده، لازم يتعلم ويعامل معامله جيده هو واهله.
طيب لازم اكون عارفه التشخيص بتاعي همشي فيه ولا مش همشي فيه. همشي للاخر بس على مهلي، انا ماشيه بارلل موازيه. ليه همشي؟ عشان ان احنا عارفين العيله لازم تعرف هو عنده ايه، المرض ده هيتحسن ولا مش هيتحسن، قابل للتحسن قابل للتاخير قابل للوراثه، هنجيب طفل تاني هنعمل ايه، هنوصل زي ما قال الدكتور سامح للهول اكزوم. الهول اكزوم كلنا بنعمله بقى لنا اكتر من سنتين في مصر بنعمله، والعيان بيصرف اكتر من 20,000 جنيه دي في لفته لو فكرنا اللي هو هيعمل بيها الهول اكزوم لو احنا عملنا البيزك انفستيجيشن اللي قالها الدكتور سامح وطلعت كلها نورمال. وي ويشال بروسيد تو هول اكزوم سيكونسينج اند. بس هو نتائجه ما كن برضو انا كنت اول ما ابتديت فيه افتكرت بقى ان انا هشخص كل العيانين بقى، طبعا هي نتائجه 75%. انا عن نفسي 40% من حالاتي طلعوا نيجاتيف، بس انا وي كان دو نو مور. ده بيكلف 20 ل 30 الهول بودي جينوم بالانترونز بكله 100,000 جنيه، ومش هنعمل حاجه فخلاص بقى احنا هنقف عند ال 20,000 دي ونعيش بيها بقى. فانا 40% من حالاتي طلعوا نيجاتيف اللي انا ما عرفتش اشخصهم بالبيزك انفستيجيشن. المايكرو اري 8,000 جنيه، فعاده ما مش موجود عندنا في مصر، فبعمل الكاريو تايبنج العادي وببروسيد بعد كده للهول اكزوم. كتير من المعامل بتعمل هول اكزوم بتعمل معاه مايكرو اري، وفي الحاله دي هبقى انا موفره كويس قوي وقدرت اشخص الطفل كويس. تريتمنت زي ما قال الاستاذ الدكتور حسن الغندور والاستاذ الدكتوره حنان والاستاذه الدكتوره ناهد، فوكسز اون انديفيديوال. كل واحد هعمل له خطه لوحده وايديوكيشن لوحده وتريتمنت لوحده ليه وللكوموربيديتيز وللفاميلي بتاعته. ايرلي انترفنشن اكيد 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 هيجيب نتيجه، يبقى لازم ابتدي وات ايفر ذا كيس. ايه انا قابلت من سيفير منتر ريتارديشن لمودريت منتر ريتارديشن زي الفل. عيل ما كانش بيتعلم الطبيعي بيكتب من سنه اولى ابتدائي، انا قدرت اخليه يكتب عند بعديها بست سنين. طيب العيل بيخلص 18 سنه، انا الواد علمته القرايه والكتابه على 25 سنه، وحش؟ حلو زي الفل، المهم يقرا ويكتب على الاقل يعني، او يقدر يتعامل مع المجتمع اللي حواليه بسهوله. طيب هو الايرلي انترفنشن ده احنا بنعمله كده شايفين انه يعني بيجيب نتيجه؟ طب هو هيجيب نتيجه ازاي؟ ما كناش بنشرحه زمان، علمونا وكان صح ان البرين سيلز دي اللي ماتت نو ريجينريشن ما بتتحسنش. لكن دلوقتي احنا بنتكلم على موضوع كبير اسمه البرين بلاستيستي، والبرين بلاستيستي ده اكتر في الاطفال. اللي هو ايه البرين بلاستيستي؟ اللي هو لقوا ان في تغيير في الحجم في اول 3 سنين من البرين، والشيب والسايتوبتوجينيسيس والنيوروجينيسيس والدندرايتس حتى شكلها كل ده بيتغير للطفل. بيتغير ازاي؟ بالريبيتد ستيميليشن. لما اقعد اعمل ستيميليشن للباسوي ده كذا مره هعلم الباسوي ده وهيحصل اناتوميكال تشينجز وفيسيولوجيكال تشينجز، والعيان ده مخه هيتحسن اناتوميكلي اند هيستولوجيكلي والنيورو ترانسميتر هتتحسن. يعني الانترفنشن ده مش انا بقوي العضلات، لا ده انا بقوي الباس واي كله. مش بقوي اللسان، انا بقوي الباس واي كله. ساعات كتير كانوا مفهمينا ان البروكس اريا على ناحيه يبقى العيان مش ممكن هيتكلم لو الستروك في الناحيه دي، لا دلوقتي عرفنا ان ممكن يحصل ستيميليشن في حته ثانيه. طب احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ عرفناه من الفانكشنال ام ار اي. في حاجه اسمها فانكشنال ام ار اي بتقول للعيان اعمل تاسك معينه وتتفرج على الباس واي ستيميليشن بتاعها. فابتدينا عندنا فكر جديد للبرين بلاستيستي، وبالتالي انترفنشن اند انترفنشن اند انترفنشن. في ثيرابيتك موداليتيز معروفه، في مرض ميكوبوليساكاردوزيس هعالجه، بايتين ديفيشنسي هعالجه، انزيم ريبليسمنت هعمله، لكن دي حاجات واضحه. طيب غير كده اقدر اعمل ايه للعيان بتاع الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي؟ قال عنده بيهيفيرال تريتمنت، قلنا هنخش انترفنشن. طيب وهنعلمه اديوكيشنال حسب مستواه اللي هو فيه. احنا بنقدر نقرر العيان ده
ترينبل اديوكابل وقد ايه، وبنعمل خطه لكل واحد. طب العيال ده ساعات بيبقى عندهم حاجات تانية، عندهم impulsivity، عندهم aggression، عندهم conduct defect، عندهم حاجات كتيرة قوي. اقدر استخدم لهم بعض الادوية؟ طبعا لازم اديله دواء عشان يتقبل الانترفنشن اللي هيخشه، اديله دواء عشان يخش النيرسري يقعد هادي، لان اساس شغلي اللي هو التواصل مع الاطفال الطبيعيين. مفيش حتة برة بتدخل الولاد دول مدارس فكرية ولا مدارس بشكل معين زي ما اتعمل عندنا في مصر اللي هو الدمج، محاولة الدمج إلا لحالات very very limited. طب أنا عشان أدمجه لازم يقدر يقعد شوية، ما يأذيش نفسه، ما يأذيش اللي جنبه، أقلل الهايبر اكتيفيتي، ابتدي استخدم الأنتي سايكوتكس. الأنتي سايكوتكس زمان كان أشهر واحد معروف اللي هو الهالوبريدول أو الهالونيز في السوق المصري، ده كنا بنستخدمه كتير وستيل بنستخدمه. بتوع النيرولوجا عارفينه كويس قوي لان احنا بنستخدمه في الكورية دايما، بس برضه هو بيستخدم في الكوندكت ديس اوردر. عيبه انه بيعمل اكسترا بيراميدال تراكت مانيفستيشنز جامده، وفي ناس عندها ايديوسينكراسي يعني من اول نقطه، اوكي من اول نقطه الولد هياخدها. زمان كان في منه دروبس، للاسف دلوقتي دروبس ناقصه في الاي في، وفي عندنا في مصر الهالوبريدور، وعندنا التركيز الواحد ونص، وعندنا تركيز الخمسه. ده أول دواء كانوا بيستعملوه. بعد كده طلعت السكند جينيريشن أنتي سايكوتكس اللي هما الريسبردون والأريبربريزول والكويتابين، ودول الريسك بتاع الإكسترا بيراميدال مانيفستيشن أقل فيهم كتير. ويمكن كل الروشتات أي واحد عنده هايبر أكتيفيتي بيكتبوا له ريسبردون أو واتيفر الاسم، وبقى ريسبردار، ريسبادكس، أبيكسيدون، كل دول عبارة عن ريسبردونز. الاريبيبريزول اقل استعمالا، الكويتابين بيستعملهم الدكاتره عاده بتوع البيدياتريك نيورولوجي اند سايكايتري، بيقللوا الاجريشن، بيقللوا السيلف انجري، بيقللوا المود سوينجز. لكن السايد افكت الرهيب بتاعهم اللي انا بشوفه دايما الويت جين، عيال بتاكل نون ستوب. طيب كوشنز، خد بالك بقى في العيال قوي، العيال فيري سنسيف تو ميديكيشن وللسايد افكتس. ابتدي بشويش قوي واعمل تيتريشن على اقل من مهله، يعني كل مره مثلا ازود في الدواء نقطه كل اسبوع اسبوعين. ايوه دونت رش على مهلك خالص، خد وقتك تمام، ما تديش دواء كتير عشان العيان يجي لك بعد شهر متحسن، لا العيان هيجي لك بالسايد افكت على طول بعديها. طيب نتكلم نقطه على الاي دي اتش دي بسرعه لان وان اوف اور كونديشن. الاي دي اتش دي ليه تقسيمه بنشخصه بيها في السايكايتري، ان هو العيان ده الاي كيو بتاعته طبيعيه، الاي كيو ده بتاعته طبيعيه وعنده امبلسيفيتي او عنده ان اتنشن. في نوع تاني ساعات الناس بتطلق على حالات الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي ويز هايبر اكتيفيتي ان ده نوع من الاي دي اتش دي. صراحة أنا ما بحبش التقسيمة دي، بحب أسميه Global Developmental Delay with Hyperactivity. Whatever الدراجز اللي بتستخدم هنا ممكن تستخدم هنا. الدراج اوف تشويس فور ADHD is ميثايلفينديت أو الريتالين أو الكونسيرتا. طب ليه ما بنكتبوش إحنا في مصر؟ عشان ده دواء جدول، مخدرات وخروجه صعب جدا. بس هو دراج اوف تشويس، وبنقعد نلف في روشتاتنا ونكتب مليون حاجة، مش عايز أكتب ده، لأنه متعب جدا جدا في طريقة صرفه. طيب المثال في نديت ده السيميلات بيشتغل على نور ابينفرين، بيدي نتائج هايله. ADHD is a curative disease، ممكن اعالجه بالريتالين او بالمثال في نديت، لكن هو عنده مشكله زي ما قلنا الحصول عليه. الريتالين بيجيب نتائج كويسه قوي المثال في نديت في العيان ال ADHD التيبيكال بالدي ام اس كلاسيفيكيشن اللي انا قلت، لو العيان ذكائه فوق 85% وعنده كذا كذا، ده العيان الهايبر اكتيف اللي بنشوفه في عياداتنا كتير. لكن تاثير الميثايل فينيديت في الهايبر اكتيفيتي مع جلوبال ديفلوبمنتال ديلي اقل كثيرا، يعني هو فوق 45 60% في الطبيعي بيبقى حاجه ثانيه. الانسان اللي غير طبيعي رد فعله للادويه مختلف تماما. ايه الادويه الثانيه اللي ممكن استعملها في الاي دي اتش دي؟ الفا اجنس زي الكلونيدين، للاسف الكلونيدين مش موجود عندنا في مصر. كلونيدين كلنا كنا عارفينه، فكنا بندرسه عشان ده دواء ضغط كاتابريس، كنا بنستخدمه كدواء ضغط، لكن ممكن بيستخدم. من الحاجات اللي بتستخدم برضو ساعات الاس اس ار انهيبيتور اللي هم
اللي هم سلو سيروتونين ريليز انهيبيتورز زي البروزاك اشهرهم، وبتستخدم في حالات الانكزايتي، ومش هنتعدى على الدكتوره حنان وهي قاعده خالص. الاتاموكسين او الستراتيرا او الاتاموكس ايبكس برضو من الدراجز بتستخدم في الاي دي اتش دي كتير، وبرضو بيشتغل على النور ابينفرين وبيعالج الهايبر اكتيفيتي والامبلسيفيتي، لكن ليس علاج للتوحد. ماشي. سايد افكتس انكلودز ديبريشن وسايكوز. العيان اللي بيستخدم الاتاموكسين اول ما اقولها ساعات كده تقولي حصل الولد اتغير جدا، بقى عصبي جدا، ظهرت عليه حاجات ما كانتش موجوده، اقولها وقفي الدواء، لان دي من حاجات السايد افكتس بتاعته. الاوتيزم مالوش علاج بقى خالص. يعني اي دي اتش دي ليه ادويه، اوتيزم مالوش علاج. انت بتعالج السيمتوماتولوجي اسوشيتد مع الاوتيستيك بيشنت. بيهيفيرال ده اكيد، لكن هو عنده امبلسيفيتي، عنده هايبر اكتيفيتي، عنده اجريشن، عنده انكزايتي، يو ار جيفينج ذا دراج تورز ذا سيمتوماتولوجي اند نوت تورز ذا اوتيزم باي اتسلف. الكومبلمنتري والالترناتيف ميديسن ان كل الناس بتتكلم عنها، السبلمنتس والهايبربريك اوكسجين والنيورو فيدباك، ايه راينا فيها؟ دي كومبلمنتري او الترناتيف يعني بتستخدم، بس لازم اعمل كونسلنج للاهل كويس قوي وافهمهم كل واحده حدودها ايه وبتعمل ايه وايه السايد افكتس وايه الافكسي. هي تستخدم لكن ليس ابروفد ان هو علاج لكذا. الحاجات ال FDA approved بتبقى اتعمل عليها trials و researches وعدت 50%، الحاجات دي ما عدتش كلها، فبالتالي استخدامها بيرجع الى ال researchers الصغيرة اللي مكتوبة انها نجحت في بعض الحالات، وتتراوح الافكاسي بتاعتها من 5 إلى 30%، لكن لم تصل الى 50%. زي ايه؟ اشهر حاجة الترايزمي الداون سيندروم. داون سيندروم معروف ان الفيتامين اي بنديه فيه، الال كارنيتين بيجيب نتائج هايله، الميمنتين بيجيب حاجات كويسه قوي، وفي بقى الدواء الموضه اللي هو النيوتروفين. النيوتروفين ده دواء امريكاني عباره عن سبلمنتس 3 علب، علبه بتاخد الصبح دي وعلبه ميد دي وعلبه نايت. بيقولوا انهم حاطين فيها كل السبلمنت اللي محتاجه فيها الترايزمي او الداون سيندروم. It is a supplement. It is an alternative therapy. It is not a therapeutic drug. السنسوري انتجريتد روم. ايه هي السنسوري انتجريتد روم؟ دي اوضه فيها مثيرات بصريه وسمعيه بتنمي الحواس عند الطفل، وبنستعمل حاجات للتيست وحاجات للسمال، نقوم الطفل يحس بالحاجه اكتر، بنستيميليت الباسوايز بتاعته عشان يدينا ردود فعل معينه. دي من انجح الحاجات دلوقتي اللي هي داخله، بتقلل قوي الهايبر اكتيفيتي، بتحسن الكوجنيشن وبتحسن الاتنشن. الهايبر بارك اكسجين وقوته. طيب الهايبر بارك اكسجين بيجيب نتيجه ولا ما بيجيبش نتيجه؟ It is an alternative therapy. It is complementary therapy. It's not a therapeutic age. مش هقول للعيان بطل تعمل تخاطب وعلاج طبيعي وروح اعمل جلسات اكسجين، لا طبعا. What's basic is basic. The basic behavioral واتفقنا عليه ان البيهيفيرال ده كله والانترفنشن ده لازم بسرعه نعمله، والميديكال حسب الحاجه، والالترنتيف ده القصه الثالثه بقى، ده الثيرد لاين ان انا استخدمه. لقوا ان مفيش اي نتائج بتيجي مع الهايبربريك اوكسجين غير بعد 40 جلسه تقريبا، مش ممكن يجي اكتر اقل من كده، ده الرقم اللي متفق عليه دلوقتي. دايتوري ثيرابي. الاكل بقى دلوقتي هو الموضه، كل الناس بتقول ايه نتعالج بالتغذيه. طيب جلوتين اند كازين فري دايت فور اوتستيك، صح ولا غلط؟ نمره ثلاثة بعد ما اخلص البيهيفير، بعد ما اخلص الميديكال تورز لحاجه، اعمل تيست. وانا بالنسبه لي اللاب تيست مش مهم خالص، اهم حاجه ان الام تجرب بالاليمينيشن لمده شهر شهرين واللي تدخله وتجرب، جاب نتيجه جاب نتيجه، ما جابش نتيجه خلاص يبقى الولد ده مش هيجيب نتيجه، ونتيجته زي ما قلنا غير متفق عليها. هيفي ميتالز كليشن بيعملوا كده بروفايل للهيفي ميتالز، يقول لك انا عندي المغنيسيوم الالومنيا عالي، الزنك واطي، مش عارف ايه عامل ايه. بصراحه انا مش مؤمنه بيه كامنيه نهائيا، بس في ناس بتستخدمه وفي ناس اثبتت تجارب وريسيرشز انها جايبه نتيجه معاهم،
في بيبرز، ايوه في بيبر نجحت البيبر. قلنا دايما كل اللي بتكلم عليه ده اقل من 50% يبقى كومبلمنتري يبقى اولترناتيف. نيورو فيدباك، ايه نيورو فيدباك ده؟ نيورو فيدباك ده انا بعمل اي جي للعيان، الاي جي ده بيبقى كوانتيتيف، بيشوف الالفا في الحته دي قد ايه والبيتا قد ايه والدلتا قد ايه، ويبتدي ندخلها على الكمبيوتر يقولوا الحته دي من المخ الويف بتاعتها مش مظبوطه، مش متظبطه الريشوز بينها، مش متظبطه. هنعمل بروجرام على الكمبيوتر عباره عن لعبه يقعد قصادها الطفل، تحسن الحاجه دي، تقلل الالفا الزياده وتزود البيتا اللي كانت ناقصه. ده اللي هو الاساس بتاع النيورو فيدباك. الطفل بيقعد على الكمبيوتر بيتعمل له البروجرام المخصوص حسب الاي جي بتاعه ونبتدي يشتغل عليه. عاده بيجيب نتائج ساعات بعد 24 جلسه. انا كامنيه الحالات اللي جابت معايا نتيجه هي حالات الاي دي اتش دي والليرنينج ديسابيلتيز، دي اكتر حاجات جابت معايا نتيجه. هي مش قويه قوي في مصر، قويه في بلاد تانية، لان الاناليسيس بتاع الاي جي بالطريقه الكوانتيتيف وعمل السوفت وير صعب مش سهل. فده من الحاجات برضو اللي داخله جديد. في حاجه داخله انا للاسف ما كتبتهاش، او اللي هو الترانسكرانيال ماجنتيك ستيميليشن. الترانسكرانيال ماجنتيك ستيميليشن دي جلسات بالرنين، هي الاجهزه المتقدمه اكتر موجوده في الادلت خصوصا بعد الستروك في حالات فقدان بالعكس الكلام، وفي حاجات وفي ريسيرشز عليها بس برضو ابروفد في الادلت، لسه مش ابروفد بالنسبه لنا اف دي اي ابروف. الفيتامينز والاوميجا حتى اليوجا بقوا يستعملوها عشان تعمل ريلاكسيشن والولاد فالرياضه مهمه جدا جدا للاطفال دول. كل الجلوبال ديفلوبمنتال دولي بارا اولمبيك يخشوا. طب في عندنا في مصر؟ اه في، في مراكز الشباب ايوه، في كل قريه ايوه، في كل قريه. بالعكس دلوقتي بيدوروا على الولاد اللي عندهم اي اعاقات او تاخر والدان عشان يدخلوا البارا اولمبيك وسهله. نيورو ترافيك ايجنت، ايه موضوع النيورو ترافيك ايجنت دي؟ بتعمل ايه يعني؟ دي بتزود البرين درايف نيوروتروفيك فاكتور، دي حاجه موجوده في جسمنا الطبيعي، يعني بتحسن نيوروجينيسيس وبتقلل ابوبتوزيس اللي هو البروجرام سيل ديث. من اكتر الحاجات عشان كده دي بقى اللي هي اللي احنا بنقول الانسان ايه حياته الصحيه، صحيه من كده اكسرسايز ده حاجه، الدايت الموضه بقى بتاعه الايام دي اللي انا بشتغل فيها بس للاسف هي موضه، الكيتوجينيك دايت. الكيتوجينيك دايت اللي او ان انا انترميتنت فاستنج، اقلل الكالوريز، اقلل الريفايند شوجر، ازود البولي انساتوريتد فاتي اسيد، اقلل انساتوريتد فاتي اسيد، كل ده بيحسن البرين درايف نيوروتروفيك فاكتور. عشان كده في ناس حاولت في الكيتوجينيك دايت في الاوتيزم وانا حاولت بصراحه بس ما لقيتهاش مجديه، لكن الدايت دي بتحسن حاجات كتير قوي، بتحسن الميجرين، بتحسن الكوجنيتيف فانكشن جدا لما جربناها طبعا في حالات الانتراكتبل ابيليبسي، اتس فيري جود. الناس دلوقتي كلها بتعملها الكيتو دايت على انها موضه عشان الدايت، سبيشلي الناس اللي هي اوبيز هيخسسهم قوي مش تهتم بالتخسيس. الفيتامين دي طبعا يعني سيرته بتتجاب في كل حاجه دلوقتي، وهو يعني من الحاجات اللي فعلا لازم نديه، بيطلعوا له ريسيرشز في كل حاجه، ودلوقتي الفيتامين دي ليفل اسسمنت سهله في مصر. الثاني السبلمنتس اللي بتزود البرين درايف نيوروتروفيك فاكتور الكركم، الكركامين، الجرين تي بيزود، اوميجا 3 بيزود، حاجة اسمها روزفراتول، الروزفراتول ده بيشتغل عن طريق ان هو بيزود البرين درايف نيوروتروفيك فاكتور. كل الحاجات دي سبلمنتس وليس ادوية، يعني بتتباع على النت. مجموعة اسمها الامبيكينز، ايه الامبيكينز دي؟ اللي هي بتزود السايكليك اي ام بي، يعني بتزود الانرجي برودكشن في البادي، ودي برضو من حاجات النيوروتروفيك. السيستامين وده عباره عن كل الامينو اسيدز هتلاقينا بنستخدمها، وبعض النوتروبكس زي مين؟ زي البايراسيتام. مين البايراسيتام ده؟ اللي هو اسمه ايه في السوق؟ اللي هو ستيميلان والنوتروبيل. دي الحاجات بتزود البرين درايف نيوتروفيك فاكتور وعشان كده بتستخدم. السوشيال انريشمنت ودي اهم حاجه في الدنيا، اخرج العيان يروح نوادي، يلعب رياضه، يروح مدرسته، الانفايرمنت دي كل ما هعمل له ستيميليشن بيبقى احسن. بيجي لنا حالات انفايرمنتال ديبريفيشن عنيفه، الطفل بيتولد بيقعد قصاد التلفزيون وبيقعد قصاد الايباد والام بتسيبه، الولد ده فعلا لو في حاجه بتقيس البرين درايف نيوروترافيك فاكتور هلاقيه واطي عند العيان ده، لان مفيش
سوشيال انتر اكشن اللي بتعمل ستيميليشنز للباثوي وبتحسن الكوميونيكيشن. سو اهم حاجه وانا بدخل البيهيفير بتاعي مش الجلسه اللي هياخدها عندي بس، كل العيال لازم تروح حضانه اول ما تبتدي تمشي، مش هنخاف على العيال، لازم ننزلهم بالذات في العصر بتاعنا. سبورتس مهمه قوي. كليتنج ايجنت قلنا دول بيشتغلوا على الميتلز او الهيفي ميتلز زي الدمسه، الدايميثايل جلايسين وده نوع من الامينو اسيد، الال جلوتامين والسيتاكولين. السيتاكولين ده اللي موجود كتير قوي عندنا، اللي هو البرين كيميكلز بيزود الفوسفودايل كولين اللي هو موجود عندنا اسمه ايه، ساموزينا وفورتامايد، دول عباره عن سيتاكولين وسيريبرو بروف وسيريبرو فورت. كل دول برضو نيوروتروفيك دراجز بتزود البرين درايف نيوروتروفيك فاكتورز. البروجنوزز والاوتكم بتاع العيال دي، المايلد تو مودريت اللايف اكسبكتنس بتاعتهم بتبقاش وحشه، كل ما السيفيريتي بتاعت الانتلكشوال ديسفانكشن بتزيد كل ما اللايف اكسبكتنس بتقل. في انجلترا عملوا في 2018 احصائيه لقوا ان المايلد انتلكشوال ديسفانكشن المين ايج بتاعه 68 سنه، المودريت 64 سنه، السيفير 59 سنه، والبروفاوند 46 سنه. ده طبعا بالانفايرمنت بتاعتهم هم والكواليتي اوف لايف بتاعتهم هم. نامل ان احنا نقدر نوصل زيهم. ثانك يو سو ماتش. ميرسي، شكرا. السلام عليكم. طبعا شرف كبير نقف قدام اساتذتنا سواء في جامعة الازهر، المنوفية، والاخوة الزملاء الاستشاريين في وزارة الصحة. وطبعا صعوبة كبيرة ان الواحد يقف بعد الدكتورة أمنية الرشيدي استاذتنا، واحنا تعلمنا منها كتير وما زلنا بنتعلم الحقيقة. وهي في النيورو ديسابيليتي لها كتير جدا جدا من الافكار والطرق في العلاج اللي كلنا بنحاول نمشي وراها ونتبعها. النهاردة هنتكلم على الاوميجا 3 تروس اور ميس. باختصار الاوميجا 3، احنا مش هنطول، انتوا قعدتوا من بدري. يعني الاوميجا 3 احنا بنستخدمها، يعتقد ان في امريكا مبيعات الاوميجا 3 بتوصل انها تاني او تالت سبلمنت اول اوفر ذا فارماسيز، لان مش كل حاجه في امريكا بتتباع ولا في اوروبا غير الحاجات السبلمنت بس. بتعرف بيعتقد ان هي تالت مبيعات في العالم او في امريكا سوري هو الاوميجا 3، ديسبايت ان مفيش ستراتيفايد ستاديز، مفيش حاجات كتيره سبورتد. عشان كده عايزين نوصل النهارده امتى نستخدم الاوميجا 3 او ما نستخدمهاش. يعني هو الفكره ان احنا لما بنحاول ندي حاجه للعيان او بنحاول نجامل حد من الزملاء في الشركات، انت بتجامل انك تكتب الصنف ده بدل ده، كلنا بنعمل كده. لكن احنا عايزين من اول نعرف هل الاوميجا 3 تستحق انها تتكتب، واذا كان هتتكتب فين. طيب الاول هيستوريكال كده، لحد سنه 1930 كانوا فاكرين ان الفات ده بس بدل الكربوهيدرات وان هو بس جاست كالوريك سبلاي للبودي. سنه 1930 هازباند اند وايف عملوا ريسيرش على الفيران واكتشفوا ان في مواد معينه لو شيلناها من الغذاء بتاعهم هيموتوا، هيجي لهم سندرومز عنيفه جدا. الكلام ده هو اول ناس اللي هم عيله بيرز ده او سموهم البيرز اختصارا لزوج وزوجته، هذا الشخص اللي تحت، اول ناس اطلقوا كلمه اسينشال فاتي اسيدز. الكلام ده سنه 1930، وكان اول حاجه لقيوها اللي هو الايه اللي هنتكلم عنه دلوقتي. ما قبل هذا التاريخ ما كانش معروف عن الفات غير ان هو سورس اوف دايت اند كالوريز. طيب هو الموضوع سمك شويه، لو دخلنا فيه بايوكيميكال احنا هناخده كدكاتره اطفال من حيث ايه؟ نكتفي بالقدر اللي يسهل لنا نفهم المعلومه وخلاص، لان الكلام ده فيه بايوكيمستري كتير. باختصار شديد في ساتوريتد وان ساتوريتد فاتي اسيد، والان ساتوريتد فيها كذا نوع، اللي يهمنا منهم البولي ان ساتوريتد فاتي اسيد، الاوميجا 3 والاوميجا 6، اللي هم الحاجات اللي يدعى ان لها
افكت سواء ثيرابيوتيك او بريفنشن للديزيز. الاوميجا 3 ده بولي انساتوريتد فاتي اسيد سموها 3 عشان الدبل بوند بتاعتها موجوده 3 اتومز اوي من مثال جروب. لا يعنينا الكلام ده، حتى هي بتتكتب الاوميجا 3 والاختصار ده اللود ممكن يستخدمه عادي لان ورلد وايد معروف وبتلعب دور كبير في الفسيولوجي اند ذا ميتابوليزم. طيب ايه الاوميجا 3 فاتي اسيد؟ فيها ثلاثه تايبس اساميهم صعبه شويه. الالفا لينولينيك اسيد ده موجود في البلانت اويلز وده كان نوت بي سينثايز ان ذا بودي زي ما نقول دلوقتي. الاسم ده صعب شويه، ايكو سابنتا ينويك اسيد، بنتا يعني خمسه، فاختصارا عشان ما حدش يتلخبط سموه ايبا وخلاص وخلصنا منه. اللي بعده دوكا ساهكسا ينويك اسيد يعني ست عشان ما تتلخبطش، يبقى سابنتا وساهكسا الاثنين دول الايبا والدهه الاثنين موجودين من الانيمال اوريجن بات كان بي سينثايز ذا بودي، ودي من رحمه ربنا لان النباتات متوفره رخيصه الناس كلها تشتريها. لو كان الحاجات دي ما بتتصنعش في الجسم الاي بي اي والدي اتش اي كان بقى في مشكله كبيره لمعظم الناس. طيب طبعا ده الايفكت بتاعها الكلام اللي قلناه دلوقتي ان الايه ليه ماست بي سبلايد ان دايت، لكن الدي اتش اي والاي بي اي بتصنعوا بعد كده منها. وان كان في الايجنج والاسترفيشن مش هعرف اصنع لان يا اما الايه اللي ايه نفسه قليل يا اما الميكانيزم بتاع الترانسفورميشن اوف ايه اللي ايه تو اذر برودكتس اوف بولي انساتوريت فاتي اسيد وهيبقى ايه ديكريزد في البادي. دي صوره مالناش دعوه بيها. طيب مهم الكلام ده، ده الريكومندد ادكويت انتيك اوف اوميجا 3 فور كيدز. بنبتدي بنص جرام في اول سنه بتزيد بالتدريج، هنلاقي دايما ان البويز محتاج اكتر من الجيرلز ديورنج بري بيوبرتال بيريود، بتوصل لحد 1.6 جرام بير داي في الاطفال الولاد من 14 ل 18 سنه. خدوا بالكم ده الديلي انتيك كله، يعني ده مش اللي انا هديله في الدواء لان ممكن يكون بياخده من مصادر ثانيه، هو الغالب بياخده من مصادر ثانيه بس ده الديلي نيدز اللي لو قلت عنها ممكن يحصل هازارد في الميتابوليزم في البادي. طيب برضو ده مهم، يعني الحاجات دي لو عارفها طبعا محدش بيحفظها، بس الالفا لينولينيك اسيد اللي قلنا ان هو موجود اصلا في البلانت اوريجين موجود اكتر حاجه فين؟ في الفلاكس سيد اويل. فين فلاكس سيد اويل؟ زيت بذره الكتان اللي الحمد لله موجود في زيت التموين ومغرق الدنيا. اكتر حاجه فيها ايه اللي ايه؟ هو زيت بذره الكتان، عكسه بقى الوالنتس اللي هو ايه؟ عين الجمل. ده بقى بتاع الفلوس والدفع، ده فيه اقل. فعرفتوا ان التقشف مهم ازاي؟ زيت بذره الكتان اكتر اهو، وزيت الكانولا، الكانولا اللي هو زيت الليفت وات ايفر، كلهم بلانت اوريجن، زيت الزيتون مرمي في الاخر اهو، كلهم اكتر حاجه فيهم زيت بذره الكتان عشان ننصح بيها العيانين ووفر فلوسهم. طيب طبعا دخلنا الاي بي اي والدي اتش اي، دول من انيمال سورسز وانيمال سورسز معتبره. هنلاقي ان موجود في الهيرنج باسيفيك كوك، طب الهيرنج اللي هو السمك المملح في نسبة عالية جدا من الايبا والدهة، السلمون، الاويسترز اللي هو المحار وبلح البحر، والتراوت اللي هو السلمون منقط حاجات، والكراب والشريم ما شاء الله حاجات مكلفة جدا. لكن من رحمة ربنا على البني ادمين ان انت ممكن تصنع الحاجات دي من الايه اللي ايه في وجود نورمال بودي ميتابوليزم. طيب في عندنا حاجتين هنتكلم عنهم سريعا في الاوميجا 3. اول حاجه جنرال افكت على الهيلث، وثانيا بان احنا نتكلم النهارده عن نيورولوجي هنتكلم على دورهم في نيورو ديفلوبمنتال ديسابيليتي. اول حاجه كلمه عامه كده في الجنرال هيلث هتقفل الموضوع خالص، متفق عليه supplementation does not appear to be associated with lower risk of all cause mortality. الكلمه دي مجدده في certified studies، يعني ايه؟ ما تفتكرش ان عيان معدي في الشارع هتدي له اوميجا والناس اللي ما خدتهمش اوميجا تعمل ستراتيفايد ستادي يقوم يطلع لك ان ده هيعيش اكتر، لا مش هياثر على المورتاليتي، في تاثير على الموربيديتي هيحصل، لكن الاوفر اول مورتاليتي مش هيتغير. بمعنى ايه؟ انت مش ريكومند ان اي حد كبير في السن او طفل عيان وات ايفر ذا كوز تقول له امشي على اوميجا 3 وخلاص، مش هيستفيد حاجه. نشوف امتى يستفيد. هنيجي على حاجه زي الكانسر، الكانسر مثلا ثبت ان الكانسر بريست بيقل باستخدام الاوميجا 3.
ولم يثبت ذلك في الكانسر بروستيت. ليه؟ عشان الكانسر بروستيت بتاع الفيميل، ودايما في قاعده في الطب كده ان الفيميل ما بيجيلهاش حاجه والبهدله كلها بتحصل للميل. معلش ما تذكرت حاجه، عشان كده اللايف اكسبكتنسي في الفيميل زاد عن الميل كتير الفتره اللي فاتت، ما بنحسدش. فالبريست كانسر ثابت علميا ان هو بيتحسن بالاوميجا 3. يبقى لازم ناخد معلومه، احنا بنتكلم على تروس اور ميس. يبقى حتى لو انا مش هشتغل في الشغلانه دي عشان بتوع نيورولوجي وبدياتريك نيورو ديسابيليتي، بس على الاقل اعرف انصح الناس ان ده شغل كويس. فعلا في ستاديز قالت ان الكانسر بريست بيقل. عايز اقول نسبه الكانسر بريست في امريكا 8.5%، وده الكانسر الوحيد اللي فيه نسبه في المية مش في الالف. مش في كانسر بروستيت ده بالعكس، ده في ناس قالت بيزود الكانسر بروستيت كمان في ستادز، لان زمان طلعت موضه انه بيقلل الكانسر بروستيت. اخيرا لكن بصفه عامه، هو مفيد في حاجه ثانيه؟ اي واحد عنده ادفانسد كانسر هو سم سورت اوف بيشنت ويز كاشيكسيا ديكريز انتيك، فانا محتاج هنا الاوميجا 3 وات ايفر بقى ذا كوز اوف كانسر، مش عشان امنع الكانسر ولا اعالجه، لكن علشان الجنرال هيلث بتاعه هذا الشخص. تاني حاجة، وده الكلام طبعا اخواننا في البطنة وفي الكارديولوجي شغالين عليه 24 ساعة في اليوم، اللي هو الكارديو فاسكولار ديزيزز. مفيش حد، انا واحد من الناس خدت الاوميجا دي بتاع 10 سنين. هو السؤال امتى ادي وامتى ما اديش؟ طيب ثبت ايه بصفة عامة؟ هنتكلم بعد كده كله بيبرز بسرعة عشان ما نضيعش وقتنا. 2018 ميتا اناليسز، لما طبعا عارفين بنسمع ميتا اناليسز، بنسمع كوكرين، بنسمع الكلام ده، يبقى ده كلام خلص. قال لك مفيش سبورت ان اللي بياخد جرام كل يوم الاوميجا 3 بيأثر معاه في الكاردياك ايفنتس. طيب ما نديهوش بقى؟ لا. في نفس الاستاد لقوا ايه؟ ان السبلمنتيشن اوف جريتر ذان 1 جرام بير داي فور 1 يير ات ليست مي بي بروتكتيف اجينست كاردياك ديس مايوكاردال انفاركشن في البيبول اللي عندهم هيستوري اصلا اوف كارديو فاسكولار ديزيز. يبقى القاعده اللي طلعنا بيها هنا ان ديسبايت ان اللو دوز مالهاش افكت، الهاي دوز فور لونج ديوريشن اوف اوميجا 3 مي بي كاردياك بروتكتور. وان كان مالهاش اي علاقه بالستروك، هقول نفس الكلام كاتبينه في الستروك برضو في ميل مي بي اكسبشن ان فيو ستادز. قال لك الستروك في الميل بيحصل، الفيميل لو خد الاوميجا 3 مش هيجي لهم ستروك. معلش فيش، ملوش علاقه طبعا بالهارت فيلر. كل ده بنتكلم في الكارديو فاسكولار واحنا بتوع نيورولوجي، بس هو ده الاستخدام الاكبر في العالم اللي بيظن ان احنا حرقنا الكلمه دي في الاول. احنا بنديه بس هو مش على علاته كده. طيب البلاد بريشر ثبت ان الاوميجا 3 بتقلل البلاد بريشر شويه. دي كلمه ثبت يعني تروث، خلاص مش ميث. بيقلل لو انت اديت معاه دواء تاني، لو هو بوردر لاين بيحسن ده خلاص. وثبت انه بيحسن السيركيولاتوري بروبلمز. عرفتوا ليه دكاتره الكارديولوجي بياكلوا عيش على قفا الشركات اللي اوميجا 3؟ دكاتره الكارديولوجي دول بيطلعوا كل سنه في جميع انحاء العالم، ما هو هيستخدمه في كل حاجه حتى في الفاريكوس فينز. تمام، لسه في الكارديولوجي برضه، الاوميجا 3 فاتي اسيد بتقلل الترايجليسرايد، متفق عليه. هي ما بتلعبش في ال دي اتش، ولا اللي بيلعب في الكلام ده بقى يعني ال ال كارنيتين، يبقى ليه كلام تاني. لكن الامريكان هارت اسوشيشن بيقول الكلام بتاع ناس ثقه، قالت ان انت لو عندك الترايجليسرايد عاليه بدرجه معقوله ادي من نص لواحد جرام من الايبا والدهج في الايه؟ في اليوم. ولو عاليه قوي ادي من واحد لاثنين جرام، توصل لاربعه جرام بير دي من الاوميجا 3. خد بالك الايه اللي هنا ملوش دور، اللي له دور الانيمال سورسز بتاعتهم. يعني الغريب يعني، طب الكلام ده كنا بنسمعه زمان ما استدوش؟ لا، اللي بياكل سمك ومنتجات بحريه كتير بيبقى الكواليتي بتاعت الترايجليسرايد في جسمه احسن وبتبقى نسبته اقل. كل ده كنا بنتكلم اوتسايد ذا نيورو ديسابيليتي. الانفلاميشن في 2013 سيستماتيك ريفيو، يبقى احنا اتكلمنا خلاص في حاجات ايفيدنس بيزد، لقيوا ان الاوميجا 3 بتقلل الانفلاماتوري ميديتورز معظمها تيوبر نكروزس فاكتور، ايفن السي رياكتيف بروتين. خد بالك وانت بتعمل سي رياكتيف بروتين لعيان ماشي على هاي دوز من الاوميجا 3 هتلاقيه قليل شويه، فما تاخدوش، ممكن يبقى مسليدنج وانت بتشخص مرض معين. وبناء على هذا طلعت الموضه اللي ماشيه في العالم كله دلوقتي، ضيف الاوميجا 3 لعيان الروماتويد ارثرايتس. دي دعايه موجوده في كل الدنيا، دواء بيتباع على الشلف زي ما نقول في اوروبا وبيقلل الروماتويد ارثرايتس، وبيقلل طبعا زي ما الامريكان كوليج اوف روماتولوجي قالت، لان هو ليه افكت على الانفلاماتوري ميديتورز. وبما ان الجوفينال روماتويد ارثرايتس ما هو ارثرايتس يعني انفلاميشن، فاكيد هيجيب معاه
نتيجة فبيستخدموه في الأرثرايتس. الأزمة إيه ده؟ هم استخدموا الأوميجا 3 في كل حاجة؟ ما أكل عيش بقى، ما هو أصل أنت طالما عندك برودكت ما بيعملش ضرر كبير فجربه. زي ما أستاذين الدكتور أمناك بتتكلم على الفيتامين دي دلوقتي، أنت مش هتفتح أي صفحة في كتاب غير لما تلاقي الفيتامين دي محصور فيه. هنا نفس الكلام، في إيفيدنس إن الأوميجا 3 فاتي أسيدز بتقلل البرودكشن أوف ريميدييتورز في عين الأزمة، إنها أنتي إنفلاماتوري. لكن الحقيقة عشان أديه في الأزمة وانتظر نتيجة ما حصلش في الكنترول ترايلز. يعني لما جابوا الناس ادوهم الانهاليشن او ادوهم العلاج بتاع الازمه with or without اوميجا 3 ما حصلش فرق. الفرق ان على مستوى اللاب الانفلاماتوري ميدييتورز قلت، ممكن يكون طريق لبدايه استخدامه بشكل او باخر. يبقى احنا كده خلصنا نص الكلام اللي بيتكلم على فوائد الاوميجا 3 او ضررها، وقلنا انه بيستخدم في بعض حالات الكانسر، في الكارديوفاسكولار سيستم، بيتاخد في الازمه والروماتويد ارثرايتس. والروماتويد ارثرايتس برده لو حبينا نعتبر الجيفنايل فورم منه هيطلع جزء من النيورو ديسابيلتيز بتاعتنا، لان العينين عندنا خصوصا السيستميك اونست بيبقوا سيفير انف ان هم ممكن يتحطوا الى حد ما تبع الديسابيلتيز لو ما تعالجوش. طيب بالنسبه للديفلوبمنتال ديسابيلتيز برضو نقفل الاول، من اول نقول كلمه تقفل الموضوع. Although not supported by current strong scientific evidence as a primary treatment for attention deficit hyperactivity disorders autism and other developmental disabilities اوميجا 3 فاتي اسيد سبلمنتس ار بينج فريكوينتلي جيفن. احنا قلنا انها بتوصل لرقم 2 او 3 من السبلمنتس في بعض الدول زي امريكا. طيب ناخدها نقطه نقطه بسرعه. اول حاجه ديزيز بريفنشن، سابوتاج ان الاطفال البريماتيور عندهم الاوميجا 3 قليله، هايبر بقى الدي اتش اي او خلافه، ولما تقل بتعمل نيورولوجيكال ديسابيلتيز، واشهرها والموثق منها هو الفيجوال امبيرمنت. وبالتالي لما ابتدوا يعملوا الراندومايزد ترايلز زيهم الاطفال اللي خدت الفورمولا اللي فيها اوميجا 3 بقى عندهم الديفلوبمنت احسن، خصوصا نيورولوجيكال ديفلوبمنت. والكلام ده في اكتر من بيبر موثقه، وخلاص الكلام ده بيتطبق وموجود، ومعظم الفورمولا بتاعت بريماتيور عليها اوميجا 3، والريكومنديشن ان الاطفال بريماتيور ياخدوا اوميجا 3 بانتظام. طب في بقى اكبر من كده بقى، زي ما اساتذتنا كانوا بيتكلموا عن البريفنشن، البرايمري بريفنشن من الاول. طب ينفع الاوميجا 3 لو اديته للام ما تجيلهاش بريماتور ديليفري؟ اختلفوا تماما. ميتا اناليسيس في 2015 قال لك ملوش علاقه خالص. في سيستماتيك ريفيو اتعمل في نفس السنه قال لك يا سلام ده بريفنتنج ايرلي اند اني بريترم ديليفري. هنا نقف بقى ايه في الاختيار. الام الحامل هتلاقي في دكاتره كتير والناس اللي بتعمل حمل عارفه الكلام ده، ابتدوا ياخدوا الاوميجا 3 هو بما انه مش هيضر، فهو ممكن يقلل او ياخر البريماتيور ديليفري. طب وانا استفدت ايه في النيورو ديسابيلتي؟ ايوه، ما انا لما اخر البريماتيورتي يبقى في نفس الوقت حسنت الديفلوبمنت اكيد بتاع الطفل اللي هيتولد. اي دي اتش دي بس لسه الدكتور امنيه كان بتتكلم عنه دلوقتي باستفاضه، وقالت ادويه كتير وتلاقي الادويه دي كلها مش مهمه، اهو الاوميجا 3 برضه نفس الكلام اللي استاذتنا قالته، وهو انت بتستخدم الدواء ده كادجوفنت ثيرابي، هو ده مش علاج. في ميتا اناليسيس، كلمه كبيره هنا، ميتا اناليسيس قالت ان الاوميجا 3 ديمونستريت مودست افكت اوف امبروفنج اي دي اتش دي سيمتومز، يعني في تاثير بسيط في حالات. وميتا اناليسيس ده يعني كلام خلاص ايفيدنس بيه. طب وانا فارق معايا؟ اه فارق معايا لما يبقى في تاثير بسيط، ولو انا بدي الطفل ده دواء وبعمله بيهيفيرال ثيرابي، انا بقى بديله بقى الميثايلفينيدات او غيره، يبقى انا استفدت ان دواء سيف ممكن يحسن الطفل. طب الناس اتفقت على كده؟ ما اتفقوش. في كوكرين ريفيو عملوا قال لك ملوش فايده خالص. ده برضه ايفيدنس بيست. وفي ناس 30 عملوا قال لك تاثيره ضعيف جدا. وات ايفر، في الاخر زي ما قلنا في ابو بكر الرازي ليه كلمه مشهوره قوي، كان بيقول لك اعطي مما لا يضر فقد ينفع، واحنا ماشيين بقى في حاجات كتير مفيش مشكله. طيب الاي اس دي بقى وصيحه العصر واللي جربوا فيه كل حاجه في الدنيا. انا كاتب كلام بيبر من البيبرز القويه جدا مش متدخل فيها. الراجل بيقول بمنتهى الامانه ان معظم البيبرز اللي اتعملت ما طلعش فيها في الراندومايز ترايل ايفيدنس بيز ان الاوميجا بتحسن الاوتيزم. ولكن دي يعني في هنا استثناء من القانون. Considering anecdotal experiences including that of our patient
and non-randomized trial, مش randomized بقى, the presence of subgroup of ASCD patients who are really responders to omega 3 cannot be executed. رايك كاتب بيبر بقول احنا مطلعناش حاجة, بس يا جماعة على ارض الواقع في ناس بتتحسن كتير. فبقول بقى these responders might not appear when evaluating the omega 3 effects in a sample taken as a whole. Studies that check for the possible presence of these subgroups of responders are necessary. الكلام ده في مجلة قوية جورنال بيدياتريك نيوروساينس 2016. بمعنى اخر, وده اللي متوقعين كنا نطلع فيهم الايام, ان الاوتيزم سبيكتر ديسوردر ده مش مرض واحد, ده يطلع كذا مرض في بعض وحطناهم مع بعض خطأ في جروب بيجيب نتيجة في كل الأحوال حتى لو ملوش راندومايز ترايلز. المنتال هيلث هو معروف ان هو انتي انفلاماتوري, النتائج اللي بيجيبها بوضوح شديد في حالات الدبريشن. الاوميجا 3 از انتي ديبريسنت, بيستخدم في الدبريشن. لو استخدمته في البايبولر ديس اوردر استخدمه امتى؟ في الدبريسيف ستيج, لان البايبولر ديس اوردر ديبريشن ومانيا. طب هل ده كلام موثق؟ كلام موثق. طب هل ده نيورو ديسابيليتي؟ اه طبعا, العيانين السيكاتريك نورو ليس هم نيورو ديسابيليتي, يبقى انا هقدر استخدم الاوميجا 3 فعليا تروث نوت ميث في حالات الدبريشن. في ناس استخدمته في الشيزوفرينيا سكيزوفرينيا, وفي ناس طلعت بنتائج كويسه برضه. اخيرا ايه السايد افكت اللي ممكن تحصل؟ طبعا السايد افكت دي ذكرت على سبيل الحالات اللي خدت فتره طويله جدا وجرعات كبيره جدا وحاجات معظمها ثيوريتيكال. هاي بلاد شوجر, لو بلاد بريشر اكيد, طب ما هو بيعمل بيقلل بلاد بريشر. دايريا, ستروك في الانيمال ستاديز اونلي. هوم مسج, ذا يوز اوف اوميجا 3 ان بيدياتريكس فور بريفنشن اور تريتمنت اوف نيورو ديفلوبمنتال ديسابيلتيز از كونتروفيرسيال and need further studies. However, presence of mild response and rarity of adverse effect may justify its use as long as no adverse effect is present. شكرا جزيلا.